حلو طول. صباح الخير والامل على حضراتكم مشاهدينا الكرام، على مصرنا الغاليه وكل اهل المحروسه داخل مصر وخارج مصر. حلقه جديده ويوم جديد بنبتديه بكل الطاقه الايجابيه مع حضراتكم مشاهدينا الكرام من الان وحتى العاشره معاكم على الهواء مباشره. معانا فقرات متنوعه ان شاء الله تنال اعجابكم باذن الله، ولكن هبتديها بتوقعات هيئه الارصاد الجويه. يعني النهارده اللي نزل الصبح يلاقي فيه لسعه برد يعني زايدة حبتين، يعني الدنيا ما بنقولش النهاردة برد بس، لا ده احنا بنقول ان هو صقيع برد قوي امبارح بالليل والنهاردة الصبح، ومن شوية بسيطة قوي الدنيا ابتدت يبقى فيها يعني زي ما احنا بنقول كده تنديعة خفيفة قوي. تعالوا نقترب من الموضوع اكتر مع دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية. دكتور منار صباح الخير. صباح الخير على حضرتك استاذه هبه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. طمنينا على اخر الاخبار ايه بالنسبه للارصاد الجويه، يعني شايفين التقلبات ابتدت تزيد كمان؟ هو بالفعل لسه مستمرين في انخفاض درجات الحراره، يمكن درجات الحراره اقل من المعدلات الطبيعيه بحوالي 5 لـ6 درجات. احنا بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من جنوب وشرق اوروبا بتعمل طبعا على انخفاض درجات الحراره لانها كتل هوائيه بارده، بالاضافه الى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه المتوسطه على مدار اليوم، فبيحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي الطقس خلال فتره النهار بنبدا نشعر بيه ان هو مائل للبروده على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري السواحل الشماليه، يمكن يكون مائل للدفء في المحافظات اللي موجوده في جنوب الصعيد جنوب سيناء بعض المناطق كمان من شمال الصعيد، ده خلال فتره النهار. لكن مع دخول ساعات الليل وغياب اشعه الشمس درجات الحراره طبعا بتنخفض بشكل ملحوظ، الطقس بيكون شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه، خاصه كمان الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر درجات الحراره فيها بتنخفض بشكل ملحوظ. ايضا كمان في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على محافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه، غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، هي بتساعد بس على الاحساس بالاجواء الشتويه. بالإضافة إلى أن اليوم في يعني اعتدال في سرعات الرياح مقارنة بالأمس وأول أمس، يمكن احنا شاهدنا أمس وأول أمس نشاط الرياح كان واضح، اليوم هيبقى في اعتدال في سرعات الرياح تقريبا هتبقى حوالي 30 كيلومتر في الساعة. ده طبعا في القاهرة الكبرى سواحلنا الشمالية، لكن يمكن المناطق اللي موجودة في شمال وجنوب الصعيد فيها نشاط للرياح أكثر شوية. انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية دي هتكمل معانا بقى لنهايات هذا الأسبوع إن شاء الله. يعني يوم إيه تقريبا، الخميس ولا الجمعة؟ لحد يوم الخميس مستمرين درجات الحراره منخفضه، يمكن يوم الخميس هنبدا درجات الحراره ترتفع تدريجيا تكون 19 درجه مئويه. ومع بس من هنا اليوم الخميس في فرص لسقوط امطار؟ وارد جدا طبعا على سواحلنا الشماليه ومحافظات الوجه البحري مستمره معانا سقوط الامطار، هي دي اكثر المناطق اللي هتبقى متاثره اكثر بسقوط الامطار. طب بالنسبه للقاهره الكبرى؟ لسه الى الان يعني فرصها خفيفه قوي او الفرص ضعيفه، يعني هي الفرص ممكن اليوم هتبقى فرص ضعيفه جدا بسبب وجود بعض السحب الغير مؤثره. لكن غدا مش هيبقى في فرص، حتى لو في تغيير في الاحوال الجويه احنا طبعا مع حضراتكم اول باول، بس هي الفرص ضعيفه حتى لو الامطار سقطت غير مؤثره تماما على اعمال. يعني بنقول كده نسبه الامطار كام في المية في حاله سقوطها؟ نسبه الحدوث كم في نسبه الحدوث لا تتجاوز ال 20. كثافه الامطار، كثافه الامطار طبعا كثافه الامطار على سواحلنا الشماليه من خفيفه خفيفه متوسطه، محافظات الوجه البحري القاهره الكبرى خفيفه جدا غير مؤثره تماما، يعني بمجرد يعني نقدر نقول نقاط بسيطه جدا من الامطار. بس احنا تعودنا المره يعني الفتره اللي فاتت كلها انه بيبقى في مثلا فتره الصباح ماشي الصباح الباكر، الفتره اللي هي الظهر والعصر في الفتره يعني اول ما الشمس تطلع بتبقى شمس قويه وبتبقى بتدفي الجو بشكل كبير جدا، لكن النهارده احنا شايفين حتى لحد دلوقتي الشمس ما طلعتش بسبب وجود السحب اللي احنا بنتكلم فيها، لان احنا على مدار هذا الاسبوع ده كله هيبقى كده بس برضه في فترات الشمس هيبقى فيها سطوع لاشعه الشمس، يعني فترات وفترات مع وجود السحب هيبقى فترات على مدار اليوم يعني يبقى في سحب يبقى طبيعي اشعه الشمس، لكن مع طبعا ما فيش سحب اشعه الشمس هتبقى ساطعه. ممكن كمان مع يوم الاثنين القادم هنبدا نشعر ثاني بنشاط للرياح، الاثنين والثلاث والاربع هيكون في نشاط قوي للرياح، هيبدا نشاط للرياح مصحوب باتربه ولا رياح بس؟ الى الان هي شماليات غربيه مش مصحوبه باتربه، بس طبعا لو في تغيير احنا معاكم هنقوله، لكن هي طبعا هتزود اكثر احساسنا بانخفاض درجات الحراره كمان، يخلينا نحس بقيم درجات حراره اقل كمان من اللي احنا دايما بنذكرها خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، لان احنا متوسط درجات الحراره خلال هذا الاسبوع هتكون ما بين ال 17 وال 18 درجه مئويه على القاهره الكبرى خلال فتره النهار. خلال فتره الليل هتكون ما بين ال 8 وال 10 درجات، يعني الانخفاض هيبقى ملحوظ خلال فتره النهار وخلال فتره الليل.
ان شاء الله. يعني احنا كده مستمرين لحد يوم 20 مارس في التقلبات دي، ولا بعد بالظبط. الاسبوع ده ممكن نشهد بعض الاستقرار؟ هو بعد الاسبوع ده هيبدا طبعا معانا كمان فصل الربيع اللي هيبدا تدريجيا درجات الحراره ترتفع تدريجيا في فصل الربيع. دايما درجات الحراره بتبدا ترتفع في فصل الربيع، بس وارد يحصل فيه انخفاضات في فصل الربيع، بس ان شاء الله ما تكونش بالصوره اللي احنا بنشهدها خلال هذا الفيديو. بس من هنا لحد يوم 20 في تقلبات. من هنا لحد يوم 20 في انخفاض في درجات الحراره مستمرين فيه، يعني ما ننخدعش. حتى لو في يوم من الايام الشمس طلعت فيها ما ننخدعش باشعه الشمس، لان احنا مع غياب اشعه الشمس خلال ساعات الليل الضغط بيكون شديد البروده. فاحنا الى نهايه هذا الاسبوع مستمرين في ارتداء ملابس شتويه في ايوه، انخفاض في درجات الحراره. اشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. هسيبكم دلوقتي مشاهدينا الكرام ببيان تفصيلي بدرجات الحراره المتوقعه. من الحالة الجوية لرصد للحركة المرورية، تعالوا نتابع معاكم جوجل مابس، الخدمة اللي بنقدمها لحضراتكم من خلال برنامجكم 8 الصبح، ونشوف حركة المرور ايه. النهاردة طبعا يوم من ايام العطلة الاسبوعية، يوم السبت. احنا متعودين يوم الصبح، يعني يوم السبت الصبح عادة بيكون رايق، لكن في بعض الاحيان كده بيبقى في بعض الكثافات في بعض المناطق حتى لو بصفة خفيفة، لكن بنكون حريصين دايما ان احنا نبين لكم حركة الطرق في الشوارع الرئيسية واللي بدورها طبعا بتؤثر على بعض الطرق الجانبية والطرق الرئيسية الأخرى. ابتدينا معاكم من طريق صلاح سالم، طريق صلاح سالم كان رايق والشوارع المحيطة بيه. دلوقتي احنا في كوبري أكتوبر، وأسفل كوبري أكتوبر كمان الدنيا فيها سيولة مرورية الحمد لله، رايقة كده زي ما بنقول. أسفل كوبري أكتوبر شارع رمسيس اهو بيظهر فيه بعض الكثافات، ولكن بترجع تاني للسيوله المعتاده. دايما بننذر يا جماعه حتى لما نلاقي الطريق رايق كده نحاول ان احنا نتمسك بالسرعات المقرره قدر المستطاع، لان احنا بتمسكنا بالسرعات المقرره احنا بنتمسك بحياه امنه وسالمه. كورنيش ده كورنيش النيل في بعض الكثافات، ولكن بترجع تاني للسيوله المعهوده اللي هي بتبقى صباح يوم السبت. اتجهنا كده بقى للمحور، طريق رايق الحمد لله في معظم الاماكن، وتوصلوا بألف سلامه. هسيب حضراتكم دلوقتي مشاهدينا الكرام وقبل الفاصل مع متوسط اسعار الخضر والفاكهه، اسعار العملات الاجنبيه، اسعار الذهب ومواقيت الصلاه.
اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، وعلى استعراض باقه اخبارنا والبدايه مع البيان اليومي من وزاره الصحه والسكان لحالات الكورونا الجديده من الاصابات والوفاه. النهارده الحمد لله عندنا 733 متعافي جديد من فيروس كورونا بعد ما تلقوا الرعايه الطبيه اللازمه وتمام شفائهم على خير، الف حمد لله على سلامتهم. عندنا كمان يعني تقدم كبير جدا بنشهده هذه الايام، يمكن على مدار هذا الاسبوع كله بنرصد معاكم انه كل يوم بعد الثاني في انخفاض آخر سواء في نسب الوفيات، ودي الأهم، عشان كده دي أنا اللي بقولها الأول، هي نسب الوفيات. النهاردة عندنا 8 حالات وفاة، أقل من امبارح وأقل من أول امبارح وأقل من الأيام اللي قبل كده، فالتقدم بالنسبة لنا في هذا الانخفاض ده يمكن ده الوحيد اللي ممكن نقول في يعني الحالات النسبية الانخفاض المحمود. الوفيات الجديدة عندنا 8 حالات وفاة، ربنا يرحمهم جميعا، ولكن الحمد لله احنا ابتدينا نحس ان احنا كده بنخلص من الموجة فعليا، لانه الموجة اللي فاتت حسينا ان هي كمان اندمجت مع الموجة اللي احنا كنا بنعيشها واللي احنا بنخلص منها دلوقتي، فدي حاجة من الحاجات المبشرة ومؤشر جيد جدا في اطار بقى انه الجائحة دي بتجتاح العالم، وفي اطار ان الجائحة دلوقتي ابتدت توصل الذروة الخاصة بها من جديد في القارة الآسيوية. النهاردة بنتكلم على نسب إصابات جديدة، عندنا 854 حالة، أقل كمان من الأيام اللي فاتت الحمد لله. يمكن احنا كنا الأسبوع اللي فات قلت لحضرتكم ان احنا ممكن بداية من هذا الأسبوع نشهد تدني في حالات الإصابات ونكسر نزولا حاجز الألف إصابة، وده بالفعل اللي احنا شاهدناه. وده احنا بنحسبه ازاي؟ انه احنا بنحسب النسب اللي احنا شايفينها في الخطوات الخاصة يوم بعد يوم كده في الهبوط، يعني منحنى الهبوطي، وبنقدر ان احنا نستشف هذا الأمر من خلال طبعا الإجراءات اللي بتتخذها الدولة في إطار محاصرة فيروس كورونا، والدولة شغالة على هذا الأمر على قدم وساق، سواء بقى بتوفير اللقاحات المختلفة، توطين صناعة اللقاحات والأدوية شغالة فيها الدولة المصرية، موضوع كمان المبادرات الصحية ده من شأنه برضو أنه هو يوفر حالة صحية للناس، ومن شأنه أيضا أنه هو يعطي مناعة لأكبر قدر من المواطنين، لأنه أنت دلوقتي لما تضعف مناعتك سواء أنت عندك أي مرض من الأمراض بتؤثر على الأمراض الأخرى، وبتكون عرضة أن أنت تتعرض ل طبعا فيروس كورونا في المقام الاول، لانه هو ده بالفعل زمن الجائحه. الحاله العالميه وكمان محيطنا الاقليمي، دايما انا بحب ابص على الحالات اللي حوالينا، الدول اللي حوالينا. النهارده مثلا الجزائر لاول مره بتسجل صفر وفيات كورونا، ودي بالنسبه لها معدل، يا رب احنا في الايام القادمه نقدر ان احنا نسجل ان شاء الله، ويمكن احنا يعني مش بعيد عن الموضوع ده ان احنا نستطيع ان احنا ايضا نسجل صفر وفيات. يمكن الاصابات صعب جدا ان احنا نوصل لهذه المعدلات فيها، لكن ليه لا، لكن في حد ذاته احنا بالنسبه لنا المعدلات اللي هي متدنيه دي حاجه مطمئنه جدا. على المستوى المحلي الاصابات الجديده، وخلوا بالكم من الرقم اللي تحت، انا دايما يعني لحد امبارح كان عندنا 229 دوله، زادوا دوله النهارده فبقوا 230 دوله وصلت لهم الكورونا على مستوى العالم، بتتصدر الولايات المتحده الامريكيه، بتليها الهند، ثم البرازيل، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا. في قفزات في زي ما احنا بنقول كده في آسيا في بعض الدول، كلمتكم الأيام اللي فاتت عن كوريا الجنوبية وهونج كونج، النهاردة هكلمكم كمان على ماليزيا، على الفلبين، على اليابان، كل الدول دي ابتدت تنتشر فيها الكورونا من جديد بقفزات غير مسبوقة بالنسبة للإصابات. على وجه الخصوص متحور الأوميكرون ابتدى ينتشر بشكل كبير جدا، مطمئن الناس كتير قوي انه معدلات الوفيات عندهم قليلة، لكن في حد ذاته ما زالت الإصابات عندهم عالية جدا. دلوقتي شركة موديرنا بتفكر في ايه؟ بتفكر ان هي تعمل لقاح هجين، عشان يقدر هذا اللقاح الهجين بمركبات بقى مختلفة وفيها تركيبات معينة، طبعا حاجات طبية متقدمة، بيحاولوا ان هم من خلالها ان هم يقدروا ان هم يحاصروا فيروس كورونا على قدر المستطاع، ويتعاملوا مع المتحورات بما فيهم الأوميكرون وبما فيهم بقى أبناء الأوميكرون اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده اللي هم BA2، ومنهم أيضا المتحورات اللي لم تدرج of concern في منظمة الصحة العالمية اللي هي مثيرة للقلق. ف
فبيفضل طبعا المتحورات موجودة بشكل كبير جدا، ولكن دلوقتي كمان المرصود ان المتحورات بقت اقل من الفترة الماضية، ودي حاجة مبشرة. ولكن على الرغم ان احنا بنقول كل هذه الحاجات الايجابية وكل هذه الاخبار الايجابية، الا انه منظمة الصحة العالمية قالت انه لا مفر من زيادة الاصابات مرة اخرى، ولذلك لازم نضع في حساباتنا ان احنا نفضل متمسكين بتدابيرنا الاحترازية، ما نقولش خلاص الفيروس خلص. وبالفعل استخدمت هذا اللفظ بالامس وقالوا كده بالظبط، انه لا الفيروس ما انتهاش ومكمل معانا شويه. ففكره انه مكمل معانا ده يعني لازم ان احنا ناخد اجراءاتنا الاحترازيه، ولازم نحترز لاي متحورات ممكن تكون جايه علينا. طبعا مش لازم تكون طالعه من عندنا في مصر، ولكن ممكن تكون جايه لك مثلا من اسيا، اسيا عندها اصابات عاليه، وبما ان اسيا مثلا عندها اصابات عاليه، مش معنى ان اسيا فيها اصابات واوروبا ما فيهاش اصابات ده انه اوروبا بمنأى، او ان احنا كعالم عربي بمنأى عنها، لانه احنا شفنا وجربنا قبل كده، فالتجربه ما خليانا خلاص بقى عندنا خبره في الموضوع، نفضل ماسكين في اجراءاتنا، نفضل ماسكين في موضوع التلقيح والتطعيم بالنسبه لنا، لانه ده امان كبير جدا جدا جدا، والجميل ان الدوله المصريه دلوقتي بتوفره بشكل كبير جدا. احنا الفترة اللي فاتت، هسيب بقى موضوع الصحة شوية والكورونا، الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم على موضوع غلاء الأسعار، وازاي الحكومة بتحاول ان هي بقى في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تردد انه ممكن يبقى في زيادة للأسعار، وبالفعل شفنا بعض يعني الأماكن اللي فيها زيادة في الأسعار، إلا انه الدولة شغالة على قدم وساق للرقابة، وده اللي اتكلم عليه دكتور مصطفى مدبولي، سواء امبارح في اجتماع الحكومة، سواء أول امبارح كان في المؤتمر الصحفي، وكان في يعني رسالة أنا كده للمواطنين انه مش هيبقى فيه اي حد يحاول ان هو يتلاعب بالاسعار او يحتكر سلع، والرقابه شغاله على قدم وساق. الحكومه بتعمل ايه؟ الحكومه بتعمل استراتيجي مهمه جدا، وهي فكره ان يبقى فيه اول حاجه وفر للسلع في السوق، وخلوا بالكم من هذه النقطه لاني هرجع لها تاني كمان شويه، والنقطه الثانيه انه يبقى فيه طبعا اسعار تنافسيه، اتنين، ثالث حاجه انه يبقى فيه جوده منتج. أول حاجة وفر السلع، وفر السلع ده بيرد على إيه؟ بيرد على التاجر المحتكر، التاجر الانتهازي اللي بينتهز الظروف ويحاول إن هو يتلاعب في الأسعار ويبتدي يحتكر السلع عشان يبقى عنده بعد كده. هو هنا بالاحتكار ده، قبل ما أكمل الجملة معاكم، هو بالاحتكار هنا بيعمل إيه؟ بيعمل حالة من حالات القصور في المنتج بتاعه في السوق، وبالتالي يبقى عنده مبرر ان هو يعلي السعر. فهنا الدولة بتعمل بقى ايه الكونفرونتيشن اللي احنا شايفينها اللي بتحصل هنا، ان هي بترد على ده بان يبقى فيه وفر للسلع في السوق، وبالتالي لما يحصل فكرة العرض والطلب بقى هنا، لما يحصل وفر في المنتج في السوق، فبالتالي المنتج سعره يقل، وبالتالي هنا خلاص هو الجهود اللي هو حاول يعملها بان هو يحتكر السلعه ويعمل قصور في المنتج في السوق، وبالتالي يبرر لنفسه زياده الاسعار، ده خلاص اتعمل عليه كروس وما قدرش ان هو ينفذ المخطط الانتهازي بتاعه. تاني حاجه بقى عايزين نناشد كده التجار، يا جماعه احنا كمصريين معروف عننا ان احنا اصل الجدعنه واصل الناس اللي هي بيبان معدنها وقت الشدائد. مش معقول ان احنا وقت لما يكون مثلا عالم كله بيتكلم على ازمه غذاء وازمه سلع، نكون احنا بنغلي على اهلنا وناسنا بهذه الطريقه وغلو غير مبرر. على الناحيه الثانيه كمان، دايما المواطن المصري بيكون له الفعل الايجابي، هو بيكون عامل مؤثر جدا في صناعه الازمه. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم اجابه مهمه جدا، احنا بندفعنا على شراء المنتجات وتخزينها، احنا بنساعد التاجر اللي هو بيتميز بهذا الجشع للاسف، ان هو يعمل اللي هو عايزه. بالنسبة لنا احنا اول حاجة محتاجين ان احنا نعمل سياسة ترشيد الاستهلاك، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا والحميدة، وعشان برضو نبقى عارفين هذه السياسة يعني اللي بينتهجها اصلا الدول المتقدمة، سياسة ترشيد الاستهلاك. واحنا عارفين اصلا السلوك الاستهلاكي بيعتمد على اكثر من محور. في بدايتها انت عندك اول حاجة انه انت عندك حاجات بالنسبة لك بتكون اولية، اللي هي البرايورتيز بالنسبة لك، أولويات أنت لازم تشتريها. الحاجات التانية بتكون ثانوية، ممكن أن أنت تقدر تستغني عنها أو تخليها وقت الحاجة أو تستبدلها بحاجة تانية لو حسيت أن هي غالية.
مش معنى اللي احنا بنقوله ده ان في غلو اسعار، اللي احنا بنقوله ده يعني ترشيد استهلاك في كل حاجه. احنا دايما بنشوف ناس بيكثر عندها، خاصه في اوقات المناسبات، خاصه في شهر كريم زي شهر رمضان اللي جاي، بتجيب الحاجات وتخزنها وبعدين تبقى اكسباير ترميها، حاجات ما تتخزنش، حاجات بيمر عليها وقت طويل جدا وبالتالي بيمر الاكسباير ديت. فهنا برضو احنا محتاجين نذكر الناس بالتكافل المجتمعي. لو حضرتك قادر ان انت تجيب وبتجيب بزيادة، ساعد غيرك في المقام الاول بدل ما تاخد السلع وتخزنها. ساعد غيرك في المقام الاول ان هو يقدر ان هو يتغلب على مصاعب الحياة. في ناس محتاجين كتير جدا. ممكن كمان تساعد الاماكن اللي بتساعد الناس وتقدر ان هي تمد ايد العون للمواطن المصري وللناس اللي هي اكثر احتياجا، والدولة اصلا المصرية شغالة على الملف ده بشكل كبير جدا. فتقدر ان انت برضو لو انت قادر على ده، هنا بقى توجيه الفلوس وتوجيه الشراء والنمط الاستهلاكي للسلوك الأمثل والنمط الأمثل. وزي ما قلت لحضراتكم ده نمط حضاري في حد ذاته، إنه ده يعني هو سلوك الشعوب المتقدمة، مش فكرة الهدر. سلوك الهدر ده مش حضاري على الإطلاق. ولازم إحنا كمان يبقى عندنا الثقافة الخاصة بترشيد الاستهلاك، ثقافة الشراء تكون عندنا صحيحة. مش عشان احنا بنقول ان في ازمه، لكن بالنسبه لانه في تخوف من زياده الاسعار، احنا شايفينه بالفعل ولامسينه بالفعل وواقع بالفعل. وعشان كده على طول كانت الاجابه من الحكومه المصريه زياده الوفر في السوق من السلع، وكمان تبكير المعارض، خاصة مثلا منفذ زي منفذ مهم قوي هو اهلا رمضان، هيتم تبكيره، هيبتدي الاسبوع اللي احنا فيه ده ان شاء الله، فبدل ما كان هيبتدي اخر الشهر. فدي حاجة من الحاجات اللي انت تقدر ان انت تستنى كام يوم وتقدر ان انت تشتري منتج جيد جدا بنسبة عالية جدا من التخفيضات، دعم من الدولة عاملاه، استغلها بدل ما تروح للراجل اللي بيغلي عليك وتساعده على ان هو يغلي ويعمل السعر اللي هو عايزه في السوق، وبالتالي هو اجبرك ان انت تشتري بالسعر اللي هو عايزه. دي جزئيه. على الناحيه الثانيه، وزاره التنميه المحليه خصصت غرفه عمليات مركزيه بالوزاره، وفي غرفه اخرى بكل محافظه عشان تتلقى شكاوى المواطنين الخاصه بالسلع الغذائيه. ممكن ارسال شكاوى للتنميه المحليه من خلال مبادره صوتك مسموع. هتتواصل معاها ازاي؟ من خلال صفحه صوتك مسموع على الفيسبوك، على موقع التواصل الاجتماعي facebook.com صوتك مسموع SOTAKMASMWO، او خط الرقم الساخن لمبادره صوتك مسموع 15330 15330، او تكتب صوتك مسموع بالفرانكو اراب يعني على الفيسبوك، وتقدر ان انت تتواصل معاهم عشان لو عندك شكوى في حد بيرفع اسعار. وهنا بقى الدور الايجابي للمواطن المصري، واللي احنا لازم ان احنا نتميز بيه في هذه الفتره، خاصه ده يعني ده عز زي ما احنا بنقول. وده طبعا الشكاوى دي بتتلقاها طبعا يعني وزارة التنمية المحلية على مدار 24 ساعة. أيضا في البريد الإلكتروني info@mld.gov.eg. وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها، والتعامل مع هذه المحاولات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة. احنا كل يوم حتى يعني طبعا مجهودات وزارة الداخلية بنشوفها ومشكورة في هذا الأمر. الحملات التموينية شغالة على قدم وساق، مش فقط ان هي بس تشوف موضوع الناس اللي هي بيبقى عندهم expiry date في بعض المنتجات، ولكن دلوقتي بقت رقابة فورية على الأسعار. هنا بنشوف بقى دور الدولة المصرية بكافة أجهزتها بكافة مؤسساتها شغالة على قدم وساق عشان تحد من هذا الأمر، واللي فعلا غير مبرر على الإطلاق. ولكن احنا شايفين رؤية بيجمعها تحرك سريع، وكان سبقها طبعا رؤية استشرافية للأمور، وإحنا جربنا قبل كده سواء في بداية جائحة كورونا أو قبلها، وإحنا دايما خلاص اعتدنا من دولتنا الحبيبة على هذا الأمر في إطار بقى يعني إيه
اداره الازمات. واداره الازمه مش ان انا عندي موقف صغير قد كده وبتعامل معاه، لا، دي سيناريوهات موضوعه وحلول ممكن تنفذ، سيناريو A وB وC في حاله انه السيناريو ده ما تطابقش مع اللي بيحصل مع المعطيات، تقدر ان الدوله المصريه تتعامل بسيناريوهات مختلفه في وقت الازمه وفي الوقت الصحيح والمطلوب. تحية كبيرة جدا للدولة المصرية على مجهود الأول اللي بيحصل، ولازم يبقى دورنا إيجابي يا جماعة، بنأكد على هذا الأمر. أيضا بالنسبة طبعا للتخفيضات الخاصة بيميش رمضان، قلت لحضراتكم فيه الحمد لله وفر في السوق. عندنا النهاردة مثلا بنتكلم على منفذ مهم جدا واللي احنا دايما بنحييهم ان هم على طول على مدار السنة بصراحة موجودين، لكن منافذ وزارة الزراعة حاليا الخبر اللي معايا ان هي بتوفر يميش رمضان بتخفيضات تصل ل 30%. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ثبات واستقرار أسعار السلع في المنافذ التابعة ليها وتوافر يميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار. بيتراوح الفارق في الأسعار بين منافذ الوزارة والأسواق من 25 ل 30% على بعض المنتجات، وحوالي 50% في يميش رمضان والعسل والمربى. هايل جدا موضوع 50% ده. إن شاء الله شهر كريم يمر علينا وتمر يعني الشائعات اللي هي بتؤدي إلى حالة الاختناق اللي بعض التجار اللي عايزين يعملوها في السوق بسبب الاختناق أو القصور في بعض المنتجات، واللي الدولة المصرية سريعا استطاعت إن هي تتعامل معاها بشكل أو بآخر. نروح شوية كده لمحصول القمح، وإحنا دايما لما بنتكلم على القمح بنقول على طول العيش. القمح بالنسبة لنا يعني المام، يعني الاكل، وكل الهم بالنسبه لنا هو ليه مثلا في بعض المنافذ بتبتدي مش التابعه للدوله، طبعا احنا ما عندناش تحريك في اسعار العيش المدعم، لكن في بعض المنافذ الخاصه ابتدت تعلي سعر العيش من ضمن الحاجات او المنتجات اللي بعض التجار ابتدوا يتلاعبوا فيها. طيب الدوله المصريه برضو هنتابع جهودها بتعمل ايه في هذا الاطار، بتوفر ايه؟ تعالوا نشوف هذا الامر مع دكتور خالد جاد عضو الحمله القوميه للقمح. دكتور خالد صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك يا استاذ هبه، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. بدايه طبعا احنا عندنا زياده في الانتاجيه الحمد لله غير مسبوقه، عندنا في المساحه ايضا المنزرعه زياده ووفر كبير جدا. بداية كده هبتدي معاك يعني ملخص سريع كده قبل ما نبتدي بقى أسئلتنا على موضوع التعامل مع زيادة الأسعار، وهبتدي معاك كده ملخص سريع كده الدولة ابتدت تنتهج إيه في الفترة الأخيرة عشان تعلى بالإنتاجية. حضرتك دلوقتي الدولة شجعت المزارع على زراعة القمح في بداية الموسم في شهر 11 إن هي أعلنت سعر مبكر للتوريد، رفعت سعر القمح للتوريد لاكثر من 800 جنيه، فشجعت المزارعين على الزراعه. زادت المساحه من الموسم اللي فات 3.4 مليون فدان الى السنه دي اكثر من 3.6 مليون فدان، بزياده حوالي ربع مليون فدان عن الموسم السابق. فكده عندنا زياده في المساحه السنه دي مع ظروف جويه جيده السنه دي بتساعد على النمو جيد للقمح ان شاء الله في زياده المحصول. بالاضافه ان الدوله وفرت للمزارعين دلوقتي اصناف حديثه من القمح عالية المحصول عالية الجودة، يعني سلالات وتقاوي جديدة تقدر ان هي ترمي لي انتاجية كبيرة، تدي لي انتاجية كبيرة وذات تحمل التغيرات المناخية اللي بتحصل مقاومة الامراض، جودتها عالية من الانواع اللي المزارع بيفضلها. وبرضو الدولة وفرت للمزارعين حملة قومية بتشجعوا على الزراعة على مصاطب بطريقة حديثة في القمح، بتوفر في المية وتوفر في التقاوي وتدي محصول عالي. فالتقاوي اللي الدوله توفرها تقاوي جيده، اسعارها مدعمه، انواعها كتير، جيده الجوده، فاصبح النهارده بتوفر للمزارع كل السبل اللي بتشجعه على زراعه القمح، بالتالي زادت المساحه الموسم ده عن المواسم السابقه. بالاضافه ان شاء الله في زياده في الموسم القادم مع التوسعات في المشروعات الكبرى اللي الدوله بتعملها في الاراضي الجديده، هذه المساحه ان شاء الله ما يقرب من نص مليون فدان اضافه باذن الله. طيب دكتور خالد، احنا يعني موسم جني القمح ان شاء الله الشهر الجاي مش كده؟ ان شاء الله في نص الشهر الجاي باذن الله. ده يكفينا لمده قد ايه؟ ان شاء الله حسب تصريحات وزاره التموين ان شاء الله يعني يكفينا لحد اخر السنه ان شاء الله مع المخزون الاستراتيجي الموجود باذن الله. يعني احنا الحمد لله نقدر نقول عندنا اكتفاء ذاتي؟ مش اكتفاء ذاتي، عندنا حد امان جيد يطمننا ما نقلقش.
يعني عندنا مخزون استراتيجي اكثر من 4 5 شهور وعندنا انتاج برضه يكفي ممكن نفس المده دي، عندنا امان لحد اخر السنه وده شيء جيد جدا يعني الحمد لله. طب دكتور خالد، انا كنت سمعت خبر من الاخبار وعايزه حضرتك برضه تقول لي مدى صحته، هل بالفعل دلوقتي احنا كنا بنقول الازمه الروسيه الاوكرانيه هتزود الاسعار ومش هنلاقي اصلا يعني نقدر نستورد، لكن دلوقتي انا سمعت خبر انه لا ده روسيا واوكرانيا دلوقتي خارفين يبقى المنتجات عندهم موجوده ويحصل لها فساد وبالتالي قللوا سعر القمح. لا هو سعر القمح مش روسيا اوكرانيا بيحددوه، ده سعر عالمي بتحدده بورصه عالميه. هو لا زال سعر القمح في ارتفاع زي ما هو عرض وطلب. طبعا، لكن هو يعني تاثير الحرب بيرفع كل الاسعار العالميه. لكن احنا ما عندناش مشكله، احنا في اتفاقيات موجوده ولحد دلوقتي برضه في مراكب بتجيلنا والامور ماشيه مفيش مشكله. يعني احنا لحد دلوقتي الحمد لله مفيش تاثير المخزون بتاعنا. انا سؤالي بس عايزه بس ان انا استشف من كلام حضرتك، هل فعلا في ازمه ولا احنا صانعي الازمه؟ لا هو لحد دلوقتي احنا ان شاء الله مفيش ازمه. القمح عندنا امان مفيش مشكله، الرغيف العيش المدعوم زي ما هو تمام مفيش مشاكل، الدوره ما رفعتش سعر العيش. المخزون الاستراتيجي بتاعنا امان، المحصول بتاعنا ان شاء الله السنه دي جيد ويكفي مده كويسه اكثر من اي عام سابق بفضل ربنا بالذات المساحه الموجوده والانتاجيه الجيده. لا احنا ان شاء الله ما عندناش حاجه نخاف منها باذن الله. والاحتياطي بالنسبه لنا يعني يكفينا لمده 6 شهور فعلا، من 4 ل6 شهور؟ طبعا الاحتياطي الاستراتيجي بتاعنا يكفينا وانتاج عالي، يعني بقول لحضرتك الاحتياطي موجود. والانتاج بتاعنا هيبدا توريده ان شاء الله على اخر الشهر الجاي، فهتبقى عندنا الامور كويسه ان شاء الله مفيش مشاكل. طيب القرار اللي احنا سمعناه امبارح بعدم تصدير بعض البقوليات وبعض المحاصيل منها الاستراتيجيه، طبعا في مقدمتهم القمح والفول والدقيق، ده من شأنه ان هو يحافظ بالنسبه لنا على حاجه السوق وحاجه المواطن في المقام الاول؟ القرار ده قرار استثنائي لان احنا اصلا ما بنصدرش القمح لبره، لكن دلوقتي في تجار بداوا يتراجعوا السوق، بداوا دلوقتي يلفوا على المزارعين يحاولوا يعرضوا عليها ياخدوا منها المحصول بتاعها قبل ميعاد حصاده، يحاولوا يعملوا يجمعوا المحصول عشان يعملوا ازمه، لكن الدوله عرض سعر جيد والدوله تجمع القمح، واحنا بنناشد المزارعين ان هم ما يساعدوش ان الازمه تتفاقم، المزارع يورد قمحه للدوله. الدوله دلوقتي عارضه سعر كويس، الدوله بتوفر للمزارع دلوقتي بعض المميزات الجديده اللي هتدي له اسمده بعد كده مدعومه اللي هيورد القمح. احنا بنقول للمزارع ما تنطقش ورا التجار الجشعين اللي هيحاول يجمع منك القمح عشان يخلق ازمه. القمح يتورط في المنافس بتاعته، يتورط في الطريق القانوني بتاعه، ما نشجعش الناس ان هي تخلق ازمه. يعني احنا كان بالنسبه للمزارعين في مشكلتين، موضوع التجار اللي هو بيحاول ان هو ياخد المحصول عشان يخلق ازمه، او فكره السوق السوداء. طبعا دلوقتي هم عايزين دلوقتي يخلقوا سوق سوداء دلوقتي، وعايزين يعني يجمعوا المحصول عشان يتاجروا بيه بعد كده ويخزنوه ونخلق ازمه من نفسنا. احنا ما عندناش ازمه، المحصول الاستراتيجي بتاعنا يكفينا، المخزون بتاعنا الانتاج يكفينا، والامور ماشيه كويسه لحد امان، لكن دلوقتي في ناس دلوقتي بتحاول تجمع القمح وتخزنه وتركنه وتتاجر بيه عشان يتاجر على بعض. صحيح هيبقى عندنا اعلى انتاجيه في تاريخنا، يعني احنا بنتكلم في اطار سنتين دلوقتي، هي دي الاستراتيجيه الموضوعه كرؤية استشرافية للقادم؟ لا مش استراتيجية سنتين، احنا عندنا السنة زيادة المساحة أكثر من السنوات السابقة. لا أنا بتكلم في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها هننجزه في السنتين اللي جايين، إنه يبقى بالنسبة لنا ده أعلى إنتاجية حصلت في تاريخنا من القمح؟ طبعا، هي احنا ان شاء الله لما يضاف السنه الجايه حوالي 500,000 فدان اضافي. ده طبعا طفره كبيره ما حصلتش قبل كده خالص، ان تزيد المساحه السنه الجايه ممكن توصل ل 4 مليون فدان. وده ما حصلتش قبل كده خالص في تاريخ وزاره القمح، والسنه اللي بعدها ان شاء الله حسب ما هو مخطط له تزيد تاني ممكن 500,000 فدان تاني. فان شاء الله عندنا تطور في المساحه ما حصلش قبل كده في تاريخ وزاره القمح. يعني تكنيك برضو المصاطب الزراعيه الخاصه بالقمح، عايز اعرف ده اضاف لنا ايه؟ ده هدف استراتيجي وزاره الزراعه شغاله عليه منذ فتره طويله بتعاون مع اكاديميه البحث العلمي. ان ابتكروا طريقه حديثه لزراعه القمح على المصاطب. دي بتوفر في كميه التقاوي اللي بتضاف اكثر من 30-40%، من 60-70 كيلو ل 40-45 كيلو. بتوفر في التقاوي اللي بتضاف، بتوفر كميه الميه اللي المزارع بيستخدمها اكثر من 25%، وده هدف استراتيجي كنا شغالين عليه. عشان ازمه الميه والظروف اللي بتحصل والتطورات المناخيه اللي بتاثر عليها طبعا، قله او ندره المياه.
فاحنا شغالين هدف الاستراتيجي ده، والدوله نجحت فيه في السنوات الاخيره، زادت المساحه المزروعه بهذه الطريقه الى اكثر من 1,000,000 فدان بيزرع على المصاصه دلوقتي. الدوله بتوفر للمزارع حقول نموذجيه تقوية مجانيه للمزارع اللي يزرع النموذج ده، بالتالي بدا زملاته وجيرانه يقلدوه ويعملوا نفس الطريقه. وده نجاح للطريقه. الحاجه الثانيه، الدوله وفرت الميكنه لعمل هذه الطريقه اللي بتوفر في كميه تهاوي وفي كميه المياه المضافه. والحمد لله المزارعين مستجيبين، وزادت في انتاجيه الفدان، وخلت الفدان اقل تاثرا بالتغيرات المناخيه الموجوده. يا رب دايما مصر عامرة ودايما مصر خضرة، يعني هو ده الأساس بالنسبة لنا، يعني أمن غذائي، محصول، خير، نماء. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد جاد، عضو الحملة القومية للقمح. تفاصيل كتير، يمكن تفاصيل صغيرة بنحاول احنا نتابعها مع حضراتكم، لكن من شأنها ان هي تدينا بعض الطمأنة. مش فكرة ان احنا بنطمن الناس، لكن هو ده الواقع، هو ده الواقع اللي احنا المفروض نسمعه ونشوفه، مش اللي بيتكتب على الفيسبوك وبالتالي بيعمل بلبلة وبالتالي بيحاولوا ان هم يعني يحركوا بقى الأسعار بالنسبة لهم هم في السوق الخاص. لكن بالنسبة لنا اللي عايز يعني يضبط الموضوع معانا ويخلي الموضوع تحت السيطرة فعلا، يعمل السلوك الاسترشادي الصحيح، السلوك الاستهلاكي الاسترشادي اللي هو بالنسبة لنا هو المناسب كمان، مش فقط عشان هو نمط عالمي وهو ده النمط الحضاري، لا، عشان هو المناسب بالنسبة لنا ان احنا نعمل الصح، عشان ما يحصلش فعلا تفاقم في الأسعار وبالتالي احنا اللي هنكون خسرانين في النهاية. يعني احنا نساعد مجهودات الدولة اللي هي بتعملها في هذا الإطار. تعالوا نروح شوية يعني الحساسية، وهتوقف معاكم النهاردة عند حساسية الألبان. حساسية الألبان أنواع هنعرفها مع حضراتكم، ليها أعراض ممكن أنه يتم السيطرة عليها بشكل أو بآخر، ولكن هنا السؤال، هل لازم السيطرة على حساسية الألبان يكون عن طريق دوائي ولا ممكن يكون عن طريق نمط غذائي معين؟ بنطرح السؤال ده على دكتور ضحى عبدو، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث. دكتور ضحى صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك يا دكتور ضحى. بداية يعني تعريف كده لحساسية الألبان. حساسية الألبان هي نوعين. حساسية الألبان لبروتينات اللبن بصفة عامة، سواء كان البروتين اللبن نفسه أو بروتين الشرش. ودي بيبقى بتؤدي عند تناول الألبان بصفة عامة كل أنواعها، سواء المنتجات أو اللبن الحليب. مجرد تناولها للأطفال الصغيرين بتبدأ تعمل نشاط عالي جدا لجهاز المناعة، تظهر الأعراض بقى هرش والتهابات وقيء ومغص وإسهال فبيبقى دي الاعراض دي بتؤدي في النهايه ايه؟ الطفل مريض وتعبان والام مش عارفه تعمل ايه؟ بيبقى المشكله الاساسيه ان احنا لازم نستبعد منتجات الالبان تماما بالنسبه للاطفال. فده بيبقى مستمر مع الطفل من عمر يوم لغايه تقريبا 10 سنين، بعد 10 سنين تقريبا في الغالبيه العظمى معظم الاطفال بتختفي من عندهم الحاله دي. وبيبدا يتناول الالبان بشكل عادي تدريجيا. مش طبعا مش هنديله كميات كبيره. في نوع تاني من حساسيه الالبان اللي هي نقص انزيم المسؤول عن تكسير سكر اللبن اللي هو انزيم اللاكتيز. سكر اللبن اللي هو اللاكتوز، الانزيم اللي مش موجود في الجسم ده بيبقى انزيم اللاكتيز، وده موجود بيبقى الاطفال من وهم صغيرين برضو نفس المشكله. بس الاعراض بتبقى مختلفه، بيبقى الاساس فيها عمليه انتفاخ، مغص شديد قوي. الطفل بيبقى بقى رافض لكل انواع الالبان، ما بيقدرش يتعامل معاها لانها ما عدا الزبادي. الزبادي بيقدر الطفل ان هو ياكله، لان الزبادي طبعا احنا عارفين ان بيحصل عمليه التخمر، اللي هي بنحط الزبادي وبنقعده في درجه الحراره للتجهيل بتاعه. فالبكتيريا اللي بتعمل انتاج للزبادي من اللبن بتكسر سكر اللاكتوز ده، فبيبقى سهل ان الطفل ياخده. فهي المشكلة الأساسية إحنا نحدد نوع الحساسية، هل هي حساسية جهاز مناعي تفاعل مع بروتينات اللبن، ولا المشكلة بتاعت السكر بتاع اللبن؟ طب لو دكتور ضحى، يعني هل معنى كلام حضرتك إنه حساسية الألبان لا تصيب الكبار؟ مش ما بتصيبش الكبار، هي في جزء من الأطفال اللي فضل معاه الحساسية بتفضل موجودة. إنما حساسية الألبان بالنسبة للكبار بتبقى قليلة، قليلة الانتشار جدا.
يعني تكاد تكون يعني نسبة معدومة، يعني نسبة قليلة جدا، وبتبقى نتيجة ان هو الشخص اساسا بيبقى عنده انواع من الحساسية مختلفة، فنشاط جهازه المناعي بيساعد ان هو ممكن يصاب بحساسية الألبان، بس ده قليل قوي. لكن يعني خلينا برضو نقترب شوية من موضوع الحساسية ده، وهل التعامل معاه لازم يبقى دوائي ولا نمط غذائي بس، مجرد زي ما حضرتك قلتي في بداية كلامك انه انا امنع المنتجات، وهل ان انا امنع المنتجات حتى مثلا الحاجات اللي هي المنتجات اللي هي الخاصة بالمخبوزات اللي بيبقى داخل فيها مركبات الألبان دي برضو بتتمنع؟ هو احنا اي حاجه فيها مشتق من مشتقات الالبان، سواء كان بقى لو اللي هي الحساسيه بتاعت الجهاز المناعي، نشاط الجهاز المناعي، يبقى اي منتج فيه منتج لبني هنمنعه. وبيبقى مهم جدا ان الام وهي بتشتري، لو هي عارفه ان الطفل او في تاريخ اسري، لان في الغالب بيبقى في تاريخ اسري، يعني بتبقى الاسره كلها من النوع اللي عنده حساسيه بشكل عالي، ففي الحاله دي لازم نهتم بقراءه الليبل اللي على المنتج الغذائي، يعني ده فيه لبن، لا ده فيه مشتقات اللبن. أيوة. يعني حتى مثلا بعض انواع المشروبات اللي احنا بنشربها الصبح بيبقى فيها الكريمر، الكريمر ده فيه لبن طبعا. يعني لا، والحاجات المخبوزات حتى اللي بتتعمل او في البيت هي بالظبط. ما ينفعش تستخدم الالبان. لا هيبقى طب فيه لبن بدائل اخرى. الصويا ممكن، الالبان النباتية ممكن، لبن الصويا ممكن، بس في الغالبية العظمى اللي بيبقى عنده حساسية من اللبن الحليب ممكن في بعض الحالات من الصويا كمان، فدول لازم نبقى واخدين بالنا. بس هي الحمد لله ما بتستمرش العمر كله، يعني بتبقى فترة زمنية صغيرة، بس هناخد بالنا ان الاطفال نعوضهم بمصادر كالسيوم اخرى غير اللبن، لان هي المشكلة ان الاطفال هيبقى عندهم دخول اللبن لجسمهم هيبقى قليل، او زي تقريبا ايه ما بقى يا فيش. دكتور؟ المصادر ممكن تبقى ايه؟ هنبدا ناخد المكسرات بانواعها كلها، السوداني طبعا، مش لازم مكسرات بمعنى كلمه مكسرات عشان طبعا الاسعار ومش كل حد هيقدر، السوداني بصفه عامه، البقوليات كلها تقريبا مصدر جيد للكالسيوم، البروكلي، ففي مصادر اخرى ممكن نديها للطفل بحيث ان احنا نعوض نقص الكالسيوم الناتج عن عدم طب ده تناول اللبن، الألبان. لكن انا اسمع برضو انه ساعات اللي بيبقى عنده حساسية لبن هو لبن الابقار، فبيبقى عنده كمان حساسية من اللحوم. لا اللحوم مش دايما، ما فيش حاجة مؤكدة ان ما اللحوم بتبقاش بتعمل، مقترنة ببعضها. لا ما بتبقاش مقترنة ببعضها، يعني هي المصادر الأساسية الحساسية هيبقى عندنا الفول الصويا، الفول السوداني، المحاريات اللي هي الجمبري والصدفيات بتاعته كلها، الحاجات دي هي اللي بيبقى مصادر أساسية للحساسية نتيجة نشاط الجهاز المناعي، لكن إنما هو اللحمة الطفل اللي كلحم لا. بيبقى عنده اوريدي حساسية بيبقى اكثر عرضة حتى لما يكبر للاعراض اللي هي مثلا ممكن تكون تنفسية، تكون خطيرة او ما شابه. لا مش لازم، بس هي المشكلة الأساسية إن احنا لازم ناخد فعلا بالنا من الأعراض التنفسية، لأن الحساسية في بعض الأحيان بتؤدي لالتهاب ضيق للتنفس نتيجة التفاعلات بتاعة الجهاز المناعي، وبيحصل ضيق في المنطقة بتاعة التنفس نفسها، صحيح. فلازم نبقى واخدين بالنا لو الطفل حصل له أي من الأعراض دي لازم نلحقه بسرعة وننقله المستشفى، لأن في الحالة دي لازم هيبقى تدخل بدواء، لأن هي أصلا التفاعل بتاع الحساسية حصل ولازم يتلحق بعلاج. دكتور ضحى، عايزين كده ايه نعد نفسنا للشهر الكريم. ناس بتبقى داخله على رمضان واخده على الاكل الكتير، الشرب الكتير في كل الاوقات، والموضوع غير منظم على الاطلاق، فهل احنا ممكن نعد انفسنا من دلوقتي لحد الشهر الكريم بحيث ان احنا ندخل شهر رمضان الكريم وكل سنه وكل ساده مشاهدين طيبين وحضرتك طيبه وبالف وحضرتك خير، بالصحة والسلام. انه نبقى داخلين معدتنا مرتاحه، ما نبقى عندناش المشاكل اللي بتحصل دايما في كل رمضان في بدايته؟ ده هيبقى مهم قوي ان احنا ننظم مواعيد اكلنا، يعني احنا للاسف بقى من سلوكياتنا النوم بالنهار والصحيان بالليل، الا طبعا الناس اللي بتشتغل، اللي قاعدين في البيت بتبقى دي المشكله الاساسيه. هنحاول نظبط مواعيد الاكل، نقلل فترات السهر علشان نبقى داخلين رمضان واحنا صحيا كويسين. بس ممكن يقول طب ما احنا هنتسحر احنا هنتسحر اوريدي، في اوكي وقت هنتسحر، متأخر يعني. هنتسحر في وقت متأخر، بس هنحاول نظبط المواعيد بتاعة النوم وهنظبط مواعيد الأكل،
ما ينفعش ان احنا نبقى بناكل بالليل علشان هنقول احنا هنصبح حتى في رمضان. يعني المفروض ان احنا لما نيجي بنبدا الفطار بنبدا بالحاجه السخنه شوربه او بناكل التمر تطبيقا للسنه النبويه عليه الصلاه والسلام. وبعدين بناكل بقى الاكل الخفيف ما بنملاش بطننا قوي علشان الاضطرابات. يمكن دي من اهم الحاجات ان احنا ما نقعدش نبقى بعد فتره صيام طويله بتبقى على الاقل في الشتاء مثلا 12 ساعه في الصيف ممكن بتوصل ل 17 ساعه. هنحاول نقلل الاكل اللي بناكله اول ما بنفطر ونخليها بقى ايه بعد ما نرجع لصلاه التراويح ناخد وجبه خفيفه وبعدين نتسحر في اخر الليل قبل الفجر. فهي عمليه توزيع الوجبات ما ناكلش مره واحده لان ده هيبقى المعده والجهاز الهضمي بقاله فتره مش واخد ان هو ياكل. هنديله تشوك كبيره قوي لو ادينا له كميه اكل كبيره. هنخليه عمليه افرازات الانزيمات علشان الهضم هيبقى بطيء وبالتالي هيحصل تلبس المعده من دلوقتي بالظبط كده. وهنحاول بقى نظبط يعني ايه نهتم بشرب الميه. شرب الميه اساسي وهنوزعها من الفطار لغايه السحور علشان تبقى الدنيا ما يحصلش عندنا كده. طبعا اللي بيحصل ان احنا بنمسك اللتر ولا الاثنين لتر قبل السحور ونقعد نشربه ورا بعض وكاننا بنكتر الميه يعني كاننا جمال بنكتر بالظبط كده. اشكرك شكرا جزيلا دكتور ضحى عبده رئيس قسم التغذيه بالمركز القومي للبحوث. صباح الفل عليكي وبشكرك على كل هذه المعلومات المفيده. أيضا من الأخبار المهمة اللي بنتابعها مع حضراتكم الإفتاء بتقول ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب الخميس القادم لفجر الجمعة 18 مارس. كل سنة وحضراتكم طيبين ويعود عليكم دايما الأيام بخير. أكدت دار الإفتاء المصرية أن ليلة النصف من شعبان المباركة ستبدأ من مغرب يوم الخميس القادم الموافق 17 مارس وتستمر حتى فجر الجمعة الموافق 15 شعبان و 18 مارس من العام 2022. وقالت الإفتاء عبر حسابها على تويتر ليلة النصف من شعبان ستكون ليلة الجمعة القادمة ستبدأ من مغرب يوم الخميس 14 شعبان الموافق 17/3/2022 حتى فجر الجمعة 15 شعبان الموافق 18/3/2022 ميلاديا. معنا النهاردة موضوع يعني أكثر من رائع. احنا كتير منا بيحب يفضفض وما بيرتاحش غير لما بيقول كل اللي جواه. بس هنا بيجي التساؤل، هل انت ضامن ان اللي قدامك هيديك النصيحه اللي هي مناسبه ليك ومناسبه لحياتك؟ هل شايف يعني ببانوراميك فيو كده بنظره شامله شايف كل حياتك، شايف تعاملاتك بتكون ازاي مع الشخص الاخر، شايف شخصيه الشخص الاخر معاك في بيتك؟ عشان كده دايما بنقول نبتعد عن نصائح خراب البيوت ونحاول ان احنا نتجنبها. في بعض الاصدقاء والصديقات بيدوا نصائح بتلم شمل الاسر وعلى النقيض بيحصل. ايوه بيحصل، بس المشكله ان احنا بنغيب عقلنا وندي وداننا. فلازم نقترب من الموضوع ده شويه النهارده ونعرف امتى نسمع النصيحه وامتى نسمعها ونقلبها في دماغنا وما ننفذهاش. نقترب من كل هذه الموضوعات، عندنا اسئله كتير قوي هنطرحها على ضيفنا الكريم دكتور طارق الياس استاذ التنميه البشريه وتعديل السلوك، ضيفنا في 8 الصبح. اهلا بيك يا دكتور طارق. اهلا بيك يا نورنا. يعني مشتاقين لحديثك بصراحه، يعني اللي من القلب دايما. اهلا بيك. ربنا يخليكي. واسمحي لي ابدا بتهنئه القناه ان برنامج 8 الصبح اخذ يعني احسن برنامج صباحي. اشكرك. فانا يعني عايز اقول لك ان لازم اهني حضرتك وفريق العمل بالكامل. أشكرك والله، دي مجهودات فريق العمل كله، وده بالنسبة لنا إحنا يعني ممكن نقول إنه مسؤولية أكتر إن إحنا نفضل في الصدارة وفي المقدمة. والإجادة عشان دايما هي اللي بتبقى في الإيه في الصدارة. صحيح. يعني أنا بشكر حضرتك على التهنئة دي. وبداية كده يعني فكرة النصائح الخاصة بخراب البيوت، في ناس كتير بتحاول إن هي دايما تاخد نصيحة صديق. نصيحة صديق ليه عملا بمبدأ استشير مش هتخسر حاجة. لكن فكرة انه يعني مش دايما الصديق يكون شايف كل حاجة. أكيد. عايزين نقترب شوية من الموضوع ده ونفتح كده قلوبنا مع السادة المشاهدين، وحتى لو قدرنا نفتح المكالمات يا ريت ان احنا نتكلم شوية على فكرة النصيحة. اخد من مين النصيحة وما اخدش من مين النصيحة؟ بيقولوا يا أستاذة هبة ان اللي موجود جوه الغابة شايفها انها عدد محدود من الاشجار من حوله، واللي بينظر اليها من اعلى بيجدها كثيفه الاشجار. يبقى اللي جوه الغابه ده هو حبس نفسه وسط اربع خمس اشجار وفاكر ان هي دي الغابه كلها. فلما باجي اسال حد
أنا بسأل وأنا محدد بالظبط مشكلتي وكأنها ما بين أربع حوائط اللي هو خبرة هذا الصديق. لما أنا بكون عايز أفضفض علشان اللي قدامي أكد لي كلامي غير لما بسأل عشان حد يديني نصيحة. أنا مثلا لما باجي أقول لواحد إيه؟ أنا تخنت شوية مش كده؟ عشان هو يقول لي لا ده أنت زي ما أنت، ده أنت جميل. إنك لما يقول لي آه أنت تخنت وشكلك بقى مش حلو أزعل قوي ومش هسأله تاني. ومش هسأله تاني. يبقى خاصة لو واحدة اللي بتطلب النصيحة. مش كده؟ يبقى ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنا كنت عايز العكس. بالظبط. مش عايز الجملة اللي هو قالها. علشان كده دي مش نصيحة. ده في واحد عايز مراية بس تعكس اللي جواه. صح. اتنين بقى. لما واحد يسأل واحد ويبقى محتار. ويبقى مش لاقي إجابة لسؤاله. هو محتاج لحد يكون صاحب خبرة. صح. فيقوم سائل. فساعات يسأل أشياء خاصة جدا بيه. موضوع بتاعه هو. فالتاني ما دخلش التجربة دي. فبيحكم من المنظور بتاعه هو. عشان كده أنا دايما بقول الجملة دي. لما تلاقي حد بينصحك من زاويته بص انت الاول على زاويتك، هل انت تحتملها ولا لا؟ زي ما بيجي واحد يقول له انت ازاي ما بتدخنش؟ ده التدخين ده بيخلي الواحد ينسى هموم الدنيا. خد يا ابني وجرب. دي نصائح لتغرق بقى بجد. مش كده؟ ففي ناس بتستجيب في لحظه ضعف وبالتالي تبقى عاده سيئه تفضل معاه في حياته على طول. في مثل بيقول اللي بره البحر عوام. بالظبط كده. ونظل حكماء. طالما ان القصه ليست قصتنا. وانا لما بسال حد مش ما بيعانيش من اللي انا بعانيه بيديني نصايح للصبح. ايوه. انت ازاي تستحمل المدير بتاعك وهو بيكلمك بالشكل ده؟ ده انت بتشتغل عنده؟ انت بتشتغل معاه للدنيا. يا راجل ما تسيب الشغل وتمشي. ادي واحد. ده خرب له اكل عيشه. واحده تانية تقول لصاحبتها انت ازاي تستحملي جوزك يكلمك بالشكل ده؟ سيبي له البيت وامشي يا شيخ. اهي دي بقى من ضمن النصائح اللي هي معناها ايه؟ دي زاويتها. وبالتالي ينبغي أن نفكر أولا. هي دي زاويتها ولا هي بتحاول تحقق من وجهة نظرها اللي هي نفسها ما قدرتش تحققه في حياتها؟ يعني ممكن تكون هي عايزة تفرض حالة الوصاية على غيرها، أو هي عايزة تحقق ذاتها في حياة غيرها. عندك حق. وكأنها بتكمل مركبات النقص اللي هي ما قدرتش تجمعه أو ما قدرتش إنها تسده. علشان كده أنت لما بتسألي حد على حاجة بتسمحي له إنه هو يطلع كل اللي جواه. في ناس كتير بتعتبر وماشيه برضو باللي بره شايف اكتر مني. وبالتالي اخد رايه لان هو هيديني نظره اشمل واعمق واعم، وهيبقى شايف الامور غير اللي غارق في المشكله. يعني لو انا عندي مشكله اروح مثلا لصديق او لصديقه تبقى هي شايفه الامور من بره اكتر وبالتالي تقدر ترشدني. ايه رايك في المبدا ده؟ عايز اقول لحضرتك على نقطه مهمه. الشخص هو الوحيد اللي عارف ايه اللي جواه. وعايز اقولك على حقيقه وتعالي ما ننكرهاش. في واحد عارف نقاط القوة اللي عنده كويس قوي. وعارف هو بيبقى ضعيف قدام ايه. لكن يجمل الأشياء علشان ما يعلنش اللي جواه بشكل واضح. فعلشان كده أنا ببقى عايز اللي قدامي يأكد لي أشياء. لما هو ما بيشوفهاش أنا بنفعل وأنا بكلمه. يعني لما أجي أقول له إيه مش أنا كنت صح، يقول لي لا أنت ما كنتش صح، أنت ما فكرتش بشكل مظبوط حتى لو النصيحة دي كانت صحيحة. أنا بزعل. يبقى أنا ما كنتش بسأل عشان النصيحة، أنا بسأل لسبب تاني. أنا عايز أتأكد إن اللي جوايا ده أنا شايفه ولا مش شايفه. والبني آدم يتتغير مواقفه أكتر من مرة في اليوم. يعني أنا ممكن أبقى الصبح عندي حماس وبعد 4-5 ساعات يجي لي حالة من حالات الإحباط بدون سبب. أيوة. وابتدي أنا أنسى كل اللي أنا فكرت فيه الصبح أو اليوم اللي قبله. صحيح. ده مش محتاج إن حد ينصحه. ده محتاج إنه ياخد موقف إيجابي في حياته. في مثلا يعني خليني برضو اقترب شويه من المشاكل الاسريه. رجل او امراه بيدخلوا الاهل في المشاكل، وهنا طبعا زي ما حضرتك بتقول انا ممكن انسى، ممكن انسى انا اشتكيت ايه، لكن الاخ او الاخت او الام او الاب مش هينسى انه بنته حصل لها مشكله مع جوزها، مش هتنسى انه ابنها اتخانق مع مراته، هتفضل مخزنه الموضوع. عندك حق. وهنا بيجي اهميه انه امتى اقول، امتى افضفض. انا اولويه عندي ان انا افضفض وارتاح، لكن امتى؟ عمر الأسرة ما كانت محايدة. واللي هيسأل حد من الأسرة يبقى أخطأ. لأن لا الأب ولا الأم ولا الأخ هيقول مش عايزين نعمم طبعا، يعني في آراء محايدة. لا مش دايما. صدقيني أنا يا أستاذة هبة عمرهم هيكونوا محايدين. هتلاقيهم دايما ميالين إنهم يقفوا في صف الابن أو الابنة. حتى لو ادوها نصيحة إنها ارجعي بيتك يا بنتي،
بس بينهم وبين نفسهم هم زعلانين على بنتهم، زعلانين على الموقف. لما بتحصل تاني انفعالهم بيزيد ويبتدوا بقى يقولوا كلام من العاطفة مش من العقل. أيوه. وانا دايما بقول حاجة، رجل الدين الوسطي اللي احنا بنعتز برأيه ده ممكن يكون بالنسبة لنا حد لما نيجي نتكلم معاه هو بيبقى محايد بسببين. ان انا بشتكي له من حكاية حصلت، فهو بيتكلم من الناحية الدينية بينه وبين نفسه، بس كمان بيحاول ان هو يهدي اللي قدامه ويسمع منه. ده موجود في كل الأديان. أيوه. علشان كده عايز اقولك ابحثي عن قدوة بعيدة عن الأسرة، ويكون حد ايه يعني حكيم، حد مثقف، حد مشهود له بانه مش انفعالي التوجه، فنبتدي نحكي له فيبتدي يقول لنا. في بعض النصايح بتولد قسوة خاصة بين الزوجين، سيبيه او مثلا لو مثلا ايه سيبك منها ده جوزك او جوزك ست سيده، يعني المقولة الشهيرة اللي احنا كنا بنسمعها من بعض الاباء والامهات. او سيبيه هو هيلف ويرجع لك، او مثلا في بعض الستات لا مش عارفه ما تعملش كده، لا دي هتركبك. عارف الحاجات اللي هي بتتقال دي برضو في الثقافه اللي بتدخل في دماغنا، الحاجات اللي بتغذي التعاملات الخشنه اللي الاحتقان. ما بين اللي ما بين الرجل والست. انا معاكي جدا في الجزئيه دي، لان انا يمكن اول ما بدانا الكلام انا وحضرتك قلنا ان في ناس كتيره قوي بتحكم من زاويتها مش بتحكم من زاوية اللي قدامها، وكمان وبشخصيتها وباللي ما قدرتش تحققه زي ما انت قلتي. وبالتالي على فكرة ممكن النصيحة تكون جاية لحد فشل في الجزئية دي أصلا، فعايز يخليني أنا كمان يا إما أفشل زيه يا إما أنجح. يعني هي ممكن أصلا تكون نابعها غيرة، دي حقيقة، لأنها ما عملتش ده. صح. بدليل إن ممكن واحدة تقول ما تعمليش زيي. ليه؟ أنا بستحمل بقالي سنين وما قدرتش آخد موقف، خد أنت موقف، بص بقى إزاي؟ كأنها بتقول لها إيه؟ أنا كنت أقل ثقة في نفسي، خلي عندك أنت ثقة، لا أنت كانت زاويتك مختلفة، لأنك أنت لما ارتبطتي بالزوج كان ليكي ثقافة ليك أنت، وليكي أنت كنت بتحبيه مثلا، أو كان في بينكم مثلا نوع من القرابة، لكن صاحبتك لا، ممكن تكون بتفكر بطريقة تانية. وعايز أقول لك على حاجة، إحنا بنستعجل في الشكوى. إن ممكن يكون الموقف ده حصل الصبح وأنا اشتكيت بعد الظهر وهو لسه ما جاش من شغله. ممكن يجي من شغله مبتسم، ممكن يجي وحاسس إن هو زودها معاها قوي، فيبقى عايز يصالحها، تكون هي اشتكت وتكون سمعت حاجات بتخليها تبقى الاحتقان عندها زاد، فما بتقبلش شحنت الاعتذار. أخذت الجرعة وما بتقبلش الاعتذار. فأنا دايما أقول للناس إيه، ما تستعجلوش في الشكوى، استنوا يوم، استنوا اليوم التاني، هتبص تلاقي الدنيا بتهدى. ما هي اصلا طب ايه رايك في الازواج مثلا اللي هي تبات نار تصبح رماد زي ما حضرتك بتقول، لو انطلاقا بقى من الموضوع ده، هل في بعض الازواج كده لما يحسوا انه الاحتقان هيزيد شويه كل واحد يقعد في اوضه لوحده شويه لحد ما الدنيا تهدى، يفكروا يهدوا يبتدوا يتكلم؟ انا معاكي، بس في حاله بقى احيانا حكايه كل اوضه لوحده دي لازم حد يكون متحضر شويه في الانفعال بتاعه. يعني ايه؟ في واحد ما بيستحملش ويبقى عايز يواجه ويخلص الحكاية في نفس اللحظة، بيبقى مستعجل قوي انه ينهي الخلاف، وبالذات الرجل. أيوة. الست بتبقى عايزة تقعد مع نفسها شوية، بس بيزداد انفعالها لما هو يصمم يصالحها في نفس اللحظة. كل اللي انا بطلبه، حتى لو انت هتسيبها تقعد لوحدها، بس خلي صوتك من بعيد، ما تزعليش. طب حقك عليا، طب افتح الباب، وماله، هو انا لما حايل الزوجة ده ضعف مني؟ لا. أيوة. ده يؤكد ان انت انسان قوي. القوي هو الذي يبدا بالمصالحه دايما، مش العكس. حضرتك فكرتني كمان بمقوله مهمه قوي، ان ليس القوي بالسرعه انما القوي من يقضم غيظه. السرعه هنا هي سرعه الغضب. بالظبط كده، سرعه الانفعال. ايوه. وسرعه الانفعال ضعف. وسرعه الانفعال معناه ايه؟ مش قادر يتحكم في المشاعر اللي هي السلبيه، وانت ما عندكش بدايل. يعني انت اصلا ما عندكش بدائل للموقف. وبعدين خد يعني خدي بالك، الست ما بينفعش معاها حته ايه انا لازم اصالحك دلوقتي، لا. هي لازم يبقى في دلال شويه، هي لازم تحسسه باهميتها عندك، فانت لازم تتحايل عليها لفتره من الزمن. في بعض الرجال بيلوموا على السيدات الخصله دي، ما هو اصلها ده جزء من التكوين، مع ان احنا بنقول انه حتى ست مصريه يعني ممكن تروق بضحكه بنكته بشويه لطافه، يعني الكلمه الحلوه حتى ترضيها. طبعا. ولازم تتنازل بقى عن انفعالاتك شويه وتقول ايه، هو انا اللي هصالح في كل مره؟ ما هو ده مطلوب من الرجل لسبب.
هو مش تنازل برضه، هو رجاحة عقل من الاثنين. بالظبط كده. وبعدين انت حياتك هتكون اجمل وبيتك هيبقى اهدى لو كان خالي من المشاحنات. لين القلب ضعف ولا قوة؟ ميزة ولا عيب؟ القلب عندما يلين ده معناه انك انت انسان. والشخص اللي عنده نقاط الضعف هو اللي انسانيته اعلى يا استاذه هبه. والشخص اللي ما عندوش والجاف في مشاعره هو شخص يفتقد للانسانيه. الانسان اللي عنده نقطه ضعف وبيعرف يحب بجد وبيرتبط بمن يحبه وما يقدرش على زعله ده انسان. وبالتالي الجانب الانساني عنده لازم يفتخر بيه. ممكن حد وقاعد بيشاهدنا كده يقول ده كلام كتب والواقع غير كده، وانه الواقع لما بيحصل ان في حد مثلا طيب، حد عنده لين قلب، حد حنين، الشخص الاخر بيحاول ان هو يسيطر عليه بشكل او باخر، ممكن تكون سيطره سلبيه. هو في فرق بين ان انا اسيطر عليه وان انا اكون متجاوب معاه في عاطفته. بص حضرتك، في فرق بين الجملتين. صحيح. انا مش بسيطر على من يحبني على فكره، انا بحاول استمتع بحبه. ده المفروض اللي يحصل، وهو ده اللي بيحصل. بس في ناس بتبقى فاكراها انها نوع من السيطره. لا، هي بتدل عليه او هو اللي بيدل عليها على فكره. وبالتالي ده بيبقى جانب هو مستمتع بيه. اصلا انت مش واخده بالك ان الحب بين الناس فيه جزء امومه وابوه موجوده وفيها امتداد للعيله. يعني هو شوف هي امه كانت بتعمل معاه ايه، هو بيعمله معاها كنوع من ايه، انه بيدللها. ولما بيلاقي في عينيها سعاده ومبسوطه من الايه، من الدلع ده، بيزيد منه احيانا. صح. لانه شايف ان هو ده صمام الامان للعلاقه. ناس كتير تحب تنظر في حياه غيرها، فكره التنظير ده نمنعه ازاي؟ يعني مثلا في مثلا اب او ام عايز يفرض نفسه مثلا على حياه بنته، على حياه ابنه، ازاي انا كزوجه مثلا اقدر ان انا اتعامل مع الموضوع ده؟ هو هنا برضو هي دي بتوصلنا في نصيحه. شجاعة المواجهة بتمنعنا من الخطأ ده. أحيانا الرجل شجاعة المواجهة تصادم، هحكي لك. الراجل لما بيقعد جنب الست يقول لها أنا عارف إن أنا زعلتك وأنا هقول لك أنا عملت ده ليه، حتى لو هي كانت عنيفة في الرد والعكس. أنا عارفة إن أنا زعلتك بس أنا هفهمك عملت ده ليه. لو ده حصل وكل واحد فيهم بيسمع التاني، هتبص تلاقي حصل حاجة مهمة قوي جدا، اكتر مما تتخيلي، انهم بداوا يعتادوا انهم يخلصوا الحكايه قبل ما يطلعوا من البيت. خليه مبدا يا هبه، ما حدش هينام وهو زعلان. بص بقى لو المبدا ده ايوه صح بدا يتطبق بس من غير خشونه. اصل ساعات الراجل يفقد اعصابه. صح. انت هتفضلي زعلانه؟ انت مش هتصالحيني بقى؟ لا، ما هو ده ما هوش مصالحه يا عم، دي خناقه. فناخد الموضوع ببساطه شويه، فيحاول معلش. مش مبدا على فكره ان انت اعتذرت، يعني هي وافقت. ما مش فاهم انا يعني. لازم تعتذر. لا، وعايز الاجابه في لحظتها. والست كده، والست تقول له انت ما بتصالحنيش ليه؟ هو انت ما صدقت ان انا زعلت؟ لا، هو ابدا، هو مديها الوقت علشان تهدى، بس لما يديها وقت لازم يبين لها ان هو زعلان على زعلها. كل شويه يقوم باعت رساله يقول لها ايه؟ طب ما تزعليش، طب تيجي ننزل، طب تيجي مش عارف نعمل ايه، تعالى على نفسك شويه يا عم. خلي الدنيا تمشي. دايما دكتور طارق بتقول للراجل تعالى على نفسك شويه. ليه بتيجي على الراجل؟ لانه دايما الراجل هو اللي ماسك صمام الامان في البيت. الراجل دايما هو المتحكم. لانه دائما نتوقع منه المواقف الخشنه. لما بنلاقي منه مواقف عاطفيه بنبقى سعداء بيها. بدليل ان الست لما كانت زمان بتهدد ولادها كانت تقول لهم انا هقول لابوكم لما يجي اللي انتوا عملتوه. صح. على اساس ان هو الايه اللي بيشكم البيت وبيحكمه. فلما يجي الاب بقى ويبقى ايه يا ولاد اللي حصل، اوعى تعمل كذا، وبعد كده يبتدي يدلعهم بقى ويبتدي ايه يعمل حاجات ومواقف جيده. التاثير بيبقى قوي. لكن الاب الضعيف اللي هو او الرجل الضعيف بصفه عامه يعني اللي ما بيعرفش يحتوي ده، تبص تلاقي الست بتلعب الدورين في البيت. أيوة. هي اللي تحتوي الاولاد وهي اللي بتحل مشاكلهم وبتحل مشاكله. طبعا، بس هي اوقات بتعمل الادوار دي كلها لانه هو مش موجود او غائب عن البيت. بالظبط، او موجود ومش موجود. اللي هو الموجود الغائب، الحائض الغائب. ايوه، هو ده اللي انا بتكلم عليه. بالظبط، عشان كده انا بطلب من كل الناس انها تفهم ان الرجل شديد العاطفه اذا ما وجد
رد فعل. لكن فرض الوصايه، هنا بقى مش نصيحه، فرض الوصايه من ابو الزوجه او ام الزوجه او الجبهه الاخرى اللي هي الخاصه بالرجل، يحق لكل الناس ان يحاولوا، وتظل قوتك هي المانع. خلي كل الناس تحاول انها بتفرض الوصايه. اسمعي من هنا وفوتي من هنا. دي الست الناصحه تعمل والرجل كمان. لكن لو هي ما قدرتش بقى، الموضوع زاد عليها حمل كتير، تعمل ايه؟ تواجهها ازاي؟ قلت لك لابد من الذهاب الى رجل دين وسطي، تقعد معاه وتتكلم معاه، بس بشرط يكون بعيد عن العيلتين عشان تاخد الراي الحكيم. نصيحه، اتفضلي. نصيحه، اسمع النصيحه من مين وما اسمعهاش من مين؟ اسمعيها دايما من الشخص اللي انت بتظني من اللحظه الاولى ان ما عندوش مصلحه، وانه دايما لما كنت بتتعاملي معاه كان بيقول رايه بكل صراحه بدون مجامله. ولما حتى كنا بنزعل من الطريقه اللي كان بيتكلم بيها، بس بنبقى حاسين من جوانا ان هو فير. ما عندوش اي خطه تانية. الحقيقه بتوجع، بس هو ده الصح، بس ساعات ده في المكان الصحيح. زي الاطباء الشاطرين، لو ما عملتش اللي قلت لك عليه ما تجيليش تاني. ليه؟ لان كده انا ما عملتش حاجه. لو ما خدتش الدواء مش هتخف، لو ما بطلتش الاكل المعين ده مش هتخف. خلينا نبقى واضحين، لازم ابعت الرساله واقول ربنا وحده هو اللي شاهد عليا فيها، صح، طالما ان انت اللي طلبت النصيحه. لكن في ناس ممكن مثلا برضو تبقى يعني ما احكيش لاصحابي، يعني ما احكيش لاهلي، يعني اقعد كده يجي لي اكتئاب. في فرق ما بين ان حضرتك تحكي وانك تشكي. اللي بيحكي حضرتك ممكن تكوني بتتكلمي وانت مبتسمه، انا بيحصل عندي المواقف الفلانيه بس بعديها، وهي اصل الدنيا ما بتخلاش. بصي بقى حضرتك، الثقه اللي انت عماله بتتكلمي بيها دي بتخلي اللي قدامك مش عارف ينصح. ليه بقى؟ لانك انت حكيت المشكله وقلت انك انت عديتيها، لغايه ما يجي حد ويقول طب وانت هتعدي لغايه امتى؟ ما انت لازم تقفي بقى موقف عايز يسخنك شويه، فتقومي رد عليه وقايله له ما هو حتى لو انا هعمل الوقفه دي، ده ما هوش حد غريب مثلا، ده جوزي، ده خطيبي، ده اخويا، ده والدي، ده مديري في الشغل. يعني ايه؟ يعني مش من مصلحتي ان انا احط العقده في المنشار، لازم افوت شويه، لازم ادي مساحه. I want some space. ادوني مساحه. Sometimes. يعني انا مش عايز وقت. ودي مهمه على فكره. ما انا مش عايز في شخصيات في شخصيات لازم يتعامل معاها كده. لان انا لو فضلت محوطك بايه؟ ها خدت قرار؟ ها هتعملي كده؟ ده في واحده صاحبه ده استفزاز ممكن تكلمك 5 مرات في اليوم. هتسيبي له البيت وتمشي امتى؟ هتحطي حد للاهانات اللي انت بتتعرضي ليها امتى؟ دي شعللت ومصره انها تنفذ. فتتجنبي بعد كده انك تشتكي لها، لان دي هي دي شخصيه عايزه تحقق حاجه من خلالك. اوعي تعملي كده. صحيح. النصيحه الحقيقيه بينك وبين نفسك. انا ساحتمل ان الحياه لا تخلو. وانا لو سبت شغله وهروح شغل هلاقي ناس ممكن أسوأ من اللي كنت معاه. ولو انا البيت ده خرجت منه ممكن اشوف حياه ما هياش مستقره. لازم احط البدايل قبل ما اخد القرار. ودي مساله مهمه جدا. في بعض الناس كده بتالف حكاوي عشان حكاوي خناق بقى وحكاوي مشاكل وهي مش صحيحه، عشان بس تدي طاقه سلبيه مثلا للي قدامها او تشعل البيت اللي قصادها، يعني بحيث ان هي تدي انطباع انه اعملي زيي. صحيح. او اعمل زيي. وده ما بيحصلش. ممكن حد بيقول لحد، يعني واحد قاعد مع واحد صاحبه. بيقول له ده انا عملت وانا سويت وانا قلت لها وانا كسرت الدنيا، وهو ما عملش حاجه خالص. دي كل دي احلامه. بنشوفه. والتاني يقول له فعلا انت عملت كده، وهو صدقه. هو عايز يدي نفسه اكبر من حجمه. وهو لو قرب منه بقى هيجده اضعف من كده بكتير. علشان كده هو بيعمل ايه بقى؟ بيعوض النقص اللي عنده من خلال النصيحه. عشان كده انا بطلب من كل الناس، اوعى تشتكي من زوجتك قدام صاحبك. لان الزوجه هي الاقرب. فلما تيجي تحكي ما تحكيش على انها شكوى، اتكلم على انها مشاكل الحياه. مش منها هي. زمان كنا بنقول اسرار البيوت، هي الكلمه دي ما بقتش موجوده للاسف. لا. وبالذات على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دلوقتي بقى الموضوع ايه؟ ده انا ممكن اقرا حاجات مهوله. ازاي ده هو ساب البيت وبتاع وانا اعمل ايه؟ وتلاقي واحده صاحبتها برضو على على السوشيال ميديا. اوعي تتحايلي عليه، اياك تخليه يرجع لك، ده هو ما يستاهلكيش. كل ده قدام الناس. ده معناه ان حضرتك بقت الحياه نافذه مفتوحه على كل خلق الله. للاسف. يا فندم بقت كمان دلوقتي المشاكل الاسريه انه عمل لي بلوك، او يعني واحده عملت له لايك،
حاجات غريبة جدا. وعايز أقولك على حاجة تانية، الناس لما كانت بتتخانق زمان كانت بتقفل الشبابيك عشان الصوت ما يطلعش للجيران، مش على السوشيال ميديا ونقعد نحكي بتفسيرات. احنا فاتحين الشبابيك على مصراعيها. وتظل هذه المشكلة قائمة، وطالما ان اللي جواكي ده ما انتش حاسه بيه ان هو حجمه قد ايه. أيوة. ده ممكن يكون بسيط قوي وانت عماله بتكبري فيه على الفاضي. وعايزه اقول لك ان ساعات بعض المشاكل اللي فاكراها ملهاش حل بتتحل بكلمه وتتحل في لحظه. والله بس هي الحكايه بس الاثنين يبقى عندهم الاستعداد ده. الاستعداد موجود بس كل واحد مش عايز يبدا. في واحد يقول لك هو انا اللي هبدا، هو انا اللي هقول، علشان كده لازم بقى. تبدا كبر وعند، وكمان قلق وخوف. قلق وخوف، حطي في دماغك الخوف، خوف المواجهه، هو ده اللي بيخلي الموضوع يوسع ودخل ناس. عشان انا مش عايزه اواجه مباشره. صح. يعني برضو في برضو بنلاقي ازواج او زوجات مثلا الزوجه تبقى انا والدي يتدخل او والدتي كده، لكن انت ما تدخلش والدتك او والدك. لانها ساعات بتبقى حاسه ان هو المواقف بتاعتهم سلبيه تجاهها. وساعات كمان بيبقى فيه ملاحظات هي بتسمعها والزوج بينقلها. وده خطأ كبير فادح. هو يقعد مع والدته ويحكي لها فتقول له ايه، ما هي عملت فيه كذا، قول لها كذا. فيقوم واخد بعضه وراجع يقول لا اصل امي قالت لي اعمل معاكي كذا. فده بيخليهم يكرهوا بعض. صح. ده ليس من العقل في شيء. والست نفس الحكاية، تروح تقعد مع والدتها وترجع وهي سخنانة عليه قوي. عشان كده ابعدوا عن الناس اللي مش محايدة. طب هنا أنا مثلا واخدة نصيحة فير جدا، هل سهل إن أنا أطبق النصيحة دي في بيتي بظروفي المختلفة اللي ممكن أساسا النصيحة دي يعني ما تتطبقش مع الظروف اللي أنا فيها ولا مع شخصية الزوج؟ أقولك على أحلى نصيحة في الدنيا. لما أجي أقولك على حاجة هتنقذك في حياتك. أيه. خليكي هادية قوي. ولما تيجي تتكلمي افصلي نفسك عن المشكله بينك وبين نفسك. بس مش قدام اللي حواليك. يعني لما تكون بنتك مزعلاكي ده تعامل نفسي يا جماعه. لو في مشكله في البيت والله بكلمك بامانه. لو بنتك مزعلاكي انا دايما اقول للام كده ما تفتحيهاش في الموضوع في تاني يوم لانها متوقعه الصدام. تقومي تتكلمي في اي حاجه. تتكلمي معاها في اي موضوع. تبص تلاقي البنت في لحظه عماله ايه، عماله بتبص لك، هي امتى هتزعقلي، هي امتى هتتخانق معايا. متحسبه الرد فعل. لما الاقيك ما بتعمليش ده اللي قدامك يبتدي يبقى حذر. حتى زوجه هو داخل مستني في خناقه هنكملها من امبارح. الاقيك قاعده في المطبخ، هتاكل ايه، هتعمل ايه، طب ده احنا يمكن نعمل كذا، او فاتحه التلفزيون وبتضحك، دخلتي موضوع تاني خالص. المود اختلف. حاولي تتجنبي اعاده المشكله مره تانية وتكرارها. صحيح. ده هتبص تلاقيها عماله بتصغر. ده ذكاء. وانا كمان هتكسف افتحها لانك ما فتحتيهاش. مع الوقت هنساه. ايوه. يقول بركه يا جماعه. مش كده. شكرا جزيلا دكتور طارق الياس، استاذ طبعا التنميه البشريه وتعديل السلوك. نورتنا ودايما بنستفيد بوجودك معانا. وانت دايما لقاءاتك جميله وممتعه. واحلى حاجه ان احنا دايما ختامها مسك معاك بضحكه. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام باقي فقراتنا في 8 الصبح بعد الفاصل، انتظرونا. آخر فقراتنا هي الفقرة الرياضية، نتكلم عن الساحرة المستديرة. بداية بنقول هارد لك لنادي الزمالك، مباراة الوداد امبارح ممكن نقول ان هي يعني نسبيا وكما قال فيريرا خرجت نادي الزمالك من حسابات المجموعات، خرجت نادي الزمالك من المنافسة في الشامبيونز ليج الافريقي، ولكن احنا بنقول ان المنافسة حسابيا ما زالت قائمة بأقدامه هو وبأقدام الآخرين. بأقدامه هو يعني لازم يكسب الماتشين اللي جايين، بأقدام الآخرين ماتش بترو أتلتيكو النهارده. تعالوا نقترب من الموضوع شوية مع كابتن وائل فؤاد، نجم مصر طبعا ونجم فريق يعني بتروجيت. بتروجيت. أهلا بيك يا كابتن وائل، منورنا. صباح الخير يا كابتن هبة، برحب بحضرتك جدا. و يعني زي بتقولي في المقدمه الزمالك وكده، فالواحد زعلان والله من امبارح. يعني كابتن وائل بدايه كده، يعني اسباب الخساره امبارح، يعني هل احنا ممكن زي ما اتقالت يعني تفاوت العقود بين اللاعبين، لعيبه مش عايزه تلعب، ما كانش الاداء على ما يرام، ولا الموضوع انت شايفه ازاي؟ لا انا شايفه عدم يعني عدم جديه ويعني واستهتار جامد جدا من لعيبه نادي الزمالك بصراحه. يعني مش الماتش ده بس، هي من اول البطوله في
في كده يعني عارفه انت مفيش جديه او داخلين مثلا اكنهم بيلعبوا مثلا بطوله وديه، لا ده بطوله افريقيا، بطوله كبيره جدا. أيوه. كل الفرق بتتصارع على يعني على اللقب، كله مركز، كله بيحاول، كل الكلام ده. لكن لعيبه الزمالك بصراحه انا بقول لحضرتك كابتن هبه لا يستحقوا يعني بصراحه لا يستحقوا الصعود للادوار اللي بعد كده. يعني حتى انت حضرتك لسه بتقولي باقدامهم ونتائج الفرق الثانيه، لكن انا بقول لحضرتك من بدايه البطوله نادي الزمالك لا يستحق. يعني عارفه انت في كره القدم كده ممكن تقدمي وما ما يعني عامل التوفيق مش معاكي، لكن هنطلع وهنسقف لك وهنشيد بيك. لكن بصراحه نادي الزمالك او لعيبه نادي الزمالك في حاله توهان. يمكن انا كنت مع حضرتك هنا من حوالي شهر او كده بعد بطوله امم افريقيا، قلت لك ان نادي الزمالك محظوظ. انا بتكلم كوره، يعني انا بتكلم على الرؤيه والكوره او الامور الفنيه. قلت لحضرتك ان نادي الزمالك من مكاسب البطوله ظهور بعض اللعيبه بمستوى جيد في الامم افريقيا. طب انت ظهرت بشكل كويس، طب ما تيجي في ناديك بقى تثبت ان المستوى اللي انت ظهرت بيه في الامم افريقيا ده مش مجرد حاجه وقتيه. يعني كل اللعيبه اللي ظهرت في البطوله بتاعت افريقيا من لعيبه نادي الزمالك ظهروا بشكل كويس جدا، جم مع انديتهم. طب ما النادي ده هو اللي وصلك لان انت تلعب منتخب مصر، ان انت تتصيد، ان انت يجي لك عروض. انت يا عم في بعض المشاكل او حضرتك بتقولي تفاوت في العقود والكلام ده كله، انت بلعبك والملعب هو ده اللي هيزود سعرك. لعيب الكوره يعني للاسف طبعا شغال في المجال ده، يعني وساطه لاعبين من زمن طويل جدا، فانت عارف امتى اللاعب بيدي وامتى اللاعب ما يرضاش يلعب. لعيب الكوره مشكلته، معلش يا كابتن هبه، انت حضرتك متعوده عني على الصراحه طبعًا. يعني فاهمه لعيب الكوره، انا اسف وهقولها، لعيب نمرود. يعني ما ربنا بيديله ما بيحمدش ربنا. خلي بالك انت بتعمم، في لعيبه كتير تزعل. لا معلش، انا اللي يزعل، انا اسف، انا بقول الحقيقه، انا في المجال. مش كلهم، لا والله معظمهم، معظم لعيبه الكوره في مصر ما بيحمدوش ربنا. طب ما لا يعني الحمد لله طبعا في كل وقت بالنسبه لكل اللاعبين، لكن فكره انه يعني هو برضو بيقول انا الفلوس ده تقدير، يعني مش حتى طمع، هو تقدير ليا، وانا شايف مثلا انه عقد من العقود اعلى مني وانا اقدر منه وانا كذا وانا كذا، فهم بيبقوا عايزين يعني فكره التفاوض ده بيعمل يعني ده وارد في كل انديه، بيضرب استقرار الفريق. ما هو في كل انديه العالم هي كده، انا وربنا كاتب لي انا هاخد المبلغ دوت وحضرتك هتاخد المبلغ ده، هي زي ما بيقولوا كده ارزاق، ربنا كل واحد كاتب له رزقه. ماشي، العب عشان تزود سعرك. هي الكوره كده، طول ما انت بتتالق. محمد صلاح ده، هل عقد محمد صلاح زي ما بدا؟ اكيد لا، زي ما كان في نادي المقاولين، زي ما لعب في بازل، زي ما راح مش عارف بس إيه. بره بيتحسب غير عندنا. ما هم لا، بتالقوا بحاجات كتيره جدا وباحصائيات التمريره بتتحسب. ما انا بقول لحضرتك احنا 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 هنا يعني فاهمه، احنا مشكلتنا هنا صدقيني والله يا كابتن هبه، اللي بيباصي باص كويس بنطلعه فوق في السماء. يا جماعه يا جماعه، اللعيب الكوره الجامد هو اللي في البطولات والمواقف الصعبه بيظهر، يعني هو اللي بيشيلك في المواقف الصعبة. لعيبة نادي الزمالك انتوا يعني بصراحة يعني قصرتوا في حق ناديكوا جامد جدا جدا. امبارح يعني انت متخيلة فرقة بحجم نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك ما فيش غير لعيب واحد هو اللي بيلعب بقلب، اللي هو زيزو. يعني زيزو ده الوحيد اللي يعني بس ربنا طب انت شفتوا مشكله اداء من اللعيبه وروح وان هم زي ما احنا بنقول كده، فين اللعيبه اللي تاكل النجيله؟ ده سؤال، ولا قياده فنيه وقراءه مباراه؟ لا بص، سيبك من فيريرا، يعني حتى لو كسب الزمالك كسب والكلام ده كله هيقول لك يحسب للمدير الفني، ده لسه راجل جاي بقاله 24 ساعه. في حاجه في الكوره كده، في مباراه بتاعت لعيبه، حتى لو مش معاكي مدير فني انا هلم اصحابي وهعمل التشكيله وال11 لعيب وهنزل وهكسب. كره القدم لعبه الرجوله، رجوله مش لعبه تهريج والكلام ده كله. لازم ابقى في الملعب بقاتل. هو النادي الاهلي ماشي انا بقاتل، بس برضو في اداره فنيه. ايوه طبعا مهمه. لا في بعض انا بقول بتنفذ. انا قلت لحضرتك بعض المباريات بتبقى خلاص المدير الفني ده خلاص خارج ملوش اي دور. في مباراه محتاجه قتال، محتاجه قلب، كل الكلام ده. هو الراجل لسه جاي بقاله 24 ساعه، اللعيبه كان لازم يا جماعه النهارده المباراه دي هي اللي هترجعنا للبطوله تاني، اللي هتخلي الناس تنسى الاداء السيء وعدم المبالاه المباراه اللي فاتت. أيوة. فلازم النهارده نكسب.
طب كان افضل ان اسامه نبيه هو اللي يكمل خاصه في ماتش افريقيا عشان ما يبقاش في سيناريو مكرر زي اللي حصل قبل كده؟ لا هو طبعا كابتن اسامه مدرب كبير جدا. انا بقول لحضرتك المباراه دي صدقيني والله ما محتاجه مدرب. ده محتاجه 11 راجل ينزل يقاتل. انت عارفه المشاكل اللي حصلت امبارح، يعني لو جماهير نادي الزمالك دي جماهير ذواقه جدا وجماهير بتحب فرقتها تلعب كوره حتى لو بتتغلب، هي يعني فقدت كل غضبها على اللعيبه. طبعا ما عندهم حق بصراحه، لعيبه يعني ما انت مباراه اولى ماشي، مباراه ثانيه نفس البتاع، مباراه ثالثه نفس الاداء ونفس الريتم ونفس الروح ونفس ليه كده؟ يعني انتوا بتلعبوا في نادي كبير، وكره القدم دي اصلا يا صدقيني انا واحد اهو سبت الكوره من فتره نفسي ارجع العب تاني. كوره استمتاع، يعني انت بتستمتع وبتحب حاجه وبتاخد منها فلوس كويسه جدا بعيد عن اي المجالات، انت ربنا بيكرمك وبتاخد مبالغ كويسه. أيوة. فالكلام ده كله بصراحه انت تقريبا عايز ترجع الملعب عشان لعيبه غلبتك في التعاقد، مش كده؟ مين اخر لاعب غلبك بصراحه؟ والله العظيم كلهم كلهم والله نفس الحجج ونفس الاسباب. النسب ما بتدفعش خالص. انا بديلهم فلوس كمان. كابتن وائل، يعني امبارح بعد مباراه الزمالك والوداد، يعني عايزه برضه اسالك، هل شايف انه رد فعل اداره نادي الزمالك ده كان انفعالي يساعد غضب، ولا ده كان قرار متاجل وكان لابد من حسمه ولابد من وقفه مع اللعيبه اللي من وجهه نظرهم كاداره مش عايزه تدي ومش عايزه تجدد تعاقدها مع النادي؟ والله انا لو مكان سياده المستشار مرتضى منصور لا هاخد اكتر من القرارات ديت. واللي مش عاجبه بصي انا، ما هو النادي الاهلي ناجح ليه؟ النادي الاهلي ناجح عشان مبادئه والسيستم اللي ماشي بيه. اللي هيخرج عن السيستم ده مع السلامه، ما حتى لو هيخسروا كل البطولات. ما هي كده، حتى لو اسامي مؤثره ولا اسامي، ما هو في اكتر من رمضان صبحي دوت من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. ادوله ساعه. قال الكابتن خطيب والامير توفيق دوت، قال له ساعة هترد علينا، هتيجي تمضي أهلا وسهلا، مش هتيجي خلاص محدش اتصل بيه. هو كده. أصل فكرة فتح الباب للرحيل ده دي كلمة قاسية قوي على الجماهير. طب ما هقول لحضرتك حاجة. طب ما هم موجودين ما بيعملوش حاجة. يعني هم موجودين وبيلعبوا ما بيعملوش حاجة. يعني وجودهم زي قلتهم، فخلاص بقى أشوف لعيبة تانية عندها دوافع جديدة عايزين يثبتوا وجودهم. على فكرة معظم لعيبة مصر شبه بعض صدقيني، بس أنت عارفة فنيا تقصد؟ في لعيبه في القسم الثاني والاماكن ديت احسن من لعيبه الدوري الممتاز، بس بيطلع بياخد فرصه بيثبت وجوده، بس هي دي المشكله. لا انت متحيز للقسم الثاني عشان انت بتحلل المباراه. لا والله ابدا، لا والله. يعني ما هو كل لعيبه الاهلي والزمالك دول جايين منين؟ هتلاقيهم جايين من القسم الثاني والدرجه الثالثه واللي طلع مثلا من ناشئين نادي الاهلي او الزمالك. هي الكوره دي او القسم الثاني ده اساس الكوره. فالنادي الاهلي بصراحه، يعني انا يعني كنت قريب في اذاعه شباب الرياضه بقول يا جماعه وبناشد كل انديه مصر انها تحذو حذو النادي ده. مش عيب ان انا ابقى عندي نادي ناجح النجاح ده كله وما ما 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 تعلمش. مثال يحتذى بيه النادي الاهلي في نظام والسيستم اللي هو مطبقه. النادي الاهلي انا يمكن قعدت كده مع نفسي كده وصفته بعامل زي القطر. عارفه انت مركز فوكس قطر. انت هتركب في القطر دوت، هتمشي معاه اهلا وسهلا، مش هتمشي معاه اول محطه يروح منزلك وسايبك. هو ده النادي الاهلي بصراحه. اما نادي الزمالك لعيبه بتتكبر على ناديها، يا عم لا، النادي ده هو اللي عملك، لازم حتى لو في ظروف معينه او الكلام ده كله لازم استحمل. في نماذج لازم نشيد بيها زي مثلا عبد الشافي. لا عبد الشافي ده في حته ثانيه بصراحه. يعني ده عشان نموذج. بس ما نبقاش احنا بنعمم يعني ونبقى ظلمنا ناس. لا لا لا، عبد الشافي ده حاجه محترمه جدا. عمري ما شفت له مشكله، وعشان كده افتكري كلامي يا كابتن هبه، ده اللي هيبقى بصي موجود بعد ما يبطل كوره. كلامنا ممكن يبقى في قسوه على بعض اللعيبه يا كابتن؟ لا مش قسوه. ممكن لاعب يقول لك يعني انتوا مش عايزين نحترف، واحد اثنين، واحد يقول لك مثلا الله طب انتوا مش عايزين ياخد عقدي، مش عايزين ياخد فلوس متاخرات ليا حقي. طيب ماشي، ما كل ده انا ده حق اللعيب فعلا لو في مستحقات متاخره، بس اما اجي هو العب واضح للجمهور مش كده. طب ما اجي العب اول ما انزل الملعب لازم انسى كل الكلام ده. بيأثر شويه. لا بس انا خلاص بقى انا نزلت الملعب انسى مشاكلي وعارفه النتائج هي اللي هتجيب لي حقي. هي كرة كده، اطالب يعني بعد كده. طبعا اصل انت كلاعب كوره اما بتتغلبي او بتتعرضي لهزيمه بيبقى صعب تتكلمي، بتبقي مكسوفه تروحي تتكلمي مع الاداره. طب الزمالك محتاج ايه الفتره اللي جايه؟
لا محتاج نادي الزمالك. يعني هم مدير فني وجاب وبروفيسور، واعتقد ان دي يعني بالنسبه لنادي الزمالك يعني حاجه اكثر محتاج من محتاج سيستم يتحط ونظام يتحط وكل يمشي عليه، واللي مش اللي هيخرج بره النظام دوت مع السلامه. نادي الزمالك محتاج صفقات لعيبه جديده بطموح جديد. اللعيبه اللي موجوده اعتقد ان هي خلاص. يعني بن شرقي انت راجل محترف يا عم، انت جايلك عقد بره مفيش اي مشكله، توكل على الله. لكن انت راجل موجود في نادي الزمالك لازم تأدي لاخر ثانيه بنفس الاداء ونفس الروح طبعا. حتى اما تيجي تمشي هو ده ثقافه الاحتراف مش ثقافه الاحتراف في الرحيل بس، حتى تبقى في ذكرى كويسه لنادي الزمالك. هيقعد في لعيب بس مش عارف اللي هو الافريقي اللي لعب في نادي الزمالك زمان اسمه كوارشي. طب بص حضرتك، يعني انا توفى باين لغايه دلوقتي نادي الزمالك بيفتكره. ليه بقى؟ لان الراجل ده ادى مع نادي الزمالك باخلاص طول فتره العقد مع نادي الزمالك. نادي الزمالك فاكره لغايه دلوقتي، فهي بتبقى ذكرى. طبعا انت بن شرقي العب وادي وقاتل والكلام ده كله عشان تفضل مع نادي الزمالك حتى لو مشيت. طارق حامد عقده انتهى، ليه مثلا الحريه ان هو ينتقل لنادي تاني، بس قول للنادي انا خلاص مش هجدد معاك، ما تقعدش تماطل في النادي وتضيع وقت. أيوة. الكلام ده كله عمر السعيد. عمر السعيد انا بقول لحضرتك فيرود كويس جدا، لكن لما نادي الزمالك يقول لك تعالى جدد، لا احمد ربنا انت يعني ان انت تلعب في نادي الزمالك دي برده حاجه كويسه ليك. انت برده مش من الفراوده الجامده، يعني نادي الزمالك لما يقول لك تعالى امضي، لا ده حاجه كويسه ليك. كل الكلام ده اللعيبه اللي موجوده في لعيبه في الدوري المصري، يعني الاستاذ امير مرتضى لو بص على الدوري المصري في لعيبه كويسه جدا جدا، مجموعه لعيبه لو جت نادي الزمالك، نادي الزمالك هيبقى قوي جدا ونادي الزمالك اسمه كبير جدا وما مش هيقف على اي لعيب. عايز تحدد مراكز واسامي لعيبه؟ لا في لعيبه كتير، انا مش هم طبعا، يعني في لعيبه طبعا في الدوري المصري لعيبه جامده جدا. لكن المستشار مرتضى امبارح كان بيتكلم انه هيبقى في تصعيد لبعض الناشئين. والله ان شاء الله واحنا محتاجين ده على فكره، وعلى في فكرة كل الانديه. وعلى اقول لحضرتك حاجه، الناشئين جماهير نادي الزمالك لازم تفعل. جماهير نادي الزمالك هتبقى مبسوطه جدا طبعا جدا ان ابن النادي ابن لا هيطلع بقى خلاص العب حتى لو مش هتاخد البطوله، ايه المشكله؟ يعني معلش انت لو ما خدتش دوري عام السنه دي ايه المشكله؟ بس تلعب بناس عندها قلب وعندها روح. ده لما بينزل بيموت نفسه لأنه طبعا وعايز يثبت وجوده والكلام ده كله. فالواحد بصراحه بيزعل لان لعيبه الكوره دي يا كابتن هبه في نعمه كبيره جدا، لكن للاسف هم مش حاسين بيها. تصريحات فيريرا ايه رايك فيها بعد المباراه؟ لا تصريحات محترمه جدا. النادي الزمالك مش شايفها سلبيه؟ مش خلاص سلبية. يعني لا هو خلاص بصي حضرتك بتقولي الاحتمالات صعود نادي الزمالك خرج. نادي الزمالك خرج ده انت عايزه بيترو اتغلب وبعدين انت لازم تكسب المباراتين وبعد كده هو هيروح يلعب الوداد اخر مباراه ممكن يعني فاهم وارد بقى يعني الفرص تضاءلت خلينا نكون برضو صراحه في الموضوع ده. لا صعب صعب يعني هنشوف الايام القليله القادمه هتصفر عن ايه خاصه في موضوع تجديد العقود وبنتمنى له طبعا كل التوفيق. لكن بالنسبه للنادي الاهلي النهارده شايف مباراته ازاي؟ مباراه مهمه قدام فريق سان داونز، كان الجماهير شايفين في الفتره الاخيره انه نادي الاهلي على المستوى الافريقي غير موفق عكس ما بيظهر به من مستوى واداء وقراءه مباراه حتى من موسيماني على مستوى الدوري العام. لا نادي الاهلي ده ما تخافيش عليه. ما تخافيش عليه، تبقي مطمنه كده قاعده مطمنه. بصي حتى لو المنافس سان داونز ولا سان داونز ولا اي فرقه، بس الماتش النهارده صعب. ما لا مباراه صعبه جدا وفرقه محترمه، لكن النادي الاهلي في يعني عارفه في المواقف الصعبه هيظهر. ما فيش استسلام، ده ممكن النهارده يكسب سان داونز. التعادل برده يعني مش وحش برده النهارده لو تعادل مع فرقه سان داونز في جنوب افريقيا. نادي الاهلي هتزال فرصه قائمه. لا النادي الاهلي هيصعد. النادي الاهلي هيصعد وممكن النهارده مفاجأة ويكسب سان داونز وتلاقيه اول المجموعة. نادي الاهلي ما بصي ما فيش تهريج، هتلعب غصب عنك وهتأدي. ما فيش هناك هو التركيز واضح جدا على المجموعة، وكمان احنا عندنا راحة نفسية بالنسبة دلوقتي الموسيماني بعد التجديد، وعندنا كمان روح معنوية عالية بعد الفوز على بيراميدز. طبعا كانت مباراة جامدة جدا وكان منافس مستعصي عليه قبل كده. لا بيراميدز فرقة تقيلة. بيراميدز فرقة من الفرق
يعني الفرق يعني التقالات في الدوري المصري. بيراميدز ممكن ياخد اي بطوله في اي وقت. يعني بيراميدز لو عنده هو ماشي كمان كويس الكونفدراليه، هو فرقه كلهم لعيبه دوليه، ال 11 لعيب بالاحتياطي كلهم لعيبه دوليه. نادي بيراميدز لو عنده يعني اعلام وجماهير زي نادي الاهلي والزمالك ياخد بطولات هنا في يعني في مصر، ياخد دوري، ياخد كاس، لا فرقه تقيله جدا جدا. فالنادي الاهلي يعني بصراحه من الانديه اللي يعني تدرس، يعني مؤسسه لازم تدرس بامانه. اللعيبه عارف واجباته ايه، حقوقه ايه. انت لكن موسيماني امبارح لما سئل، انت لما قدت سان داونز قدام الاهلي كسبت بسان داونز الاهلي بخماسيه، لكن لما جيت تقود الاهلي امام سان داونز خسرت. بص يا كابتن هبه، مباراه سان داونز والنادي الاهلي دي لو اتعادت مثلا عارفه انت مليار مره لا يمكن النادي الاهلي هيخسر كده. هي يوم عارفه انت الايه اللي هو الدي اوف بقى. لا مش توفيق بقى، ده ايهاب توفيق وكل طيب يعني كل صباح على استاذ ايهاب طبعا ده نجم كبير يعني واهلاوي بالمناسبه والله طيب كويس يعني كل حاجه في اليوم دوت. فالفرقه دي لو لعبت النادي الاهلي مليون مره لا يمكن تحصل النتيجه دي. يعني دي خلاص حصلت كده غفوه في التاريخ يعني. فالنادي الاهلي عنده مباراه للنسيان زي ما بنقول، طبعا عنده لعيبه على اعلى مستوى. قفشه بيعيد مستواه، محمد شريف، علي معلول، لعيبه كويسه جدا بصراحه. ديانج ده لعيب حاجه. هيعتمد النهارده على اي طريقه من طرق اللعب؟ ما انت شايفها مؤثره في الفتره الاخيره 3 4 3 ولا 4 2 3؟ بص حضرتك، النادي الاهلي عنده ثبات في التشكيل الا مثلا في حالات اجهاد. يعني مثلا شفنا السوليه في مباراه بيراميدز ممكن يكون مجهد، فالراجل حب يريحه عشان المباراه سان داونز ونزل احرز متألق. هدف جميل جدا. في ثبات في الفرق الكبيره دي، وال يعني الاهلي، ريال مدريد، برشلونه، الزمالك، الانديه دي صعب. بلاش برشلونه اليومين. نعم؟ بلاش برشلونه اليومين يعني، بس اسم كبير طبعا يعني نادي كبير طبعا. يعني الفرق دي صعب يعني مثلا كل مباراه ليها بتشكيل. لازم عندهم ثبات في التشكيل. أيوة. فالنادي الاهلي يعني التشكيل معروف، يعني فاهمه الشناوي لا خلاف عليه. انت متفائل يعني النهارده يعني قبل ماتش سان داونز؟ الماتش بالمناسبه الساعه 3. مش حكايه متفائل، النادي الاهلي هو اللي بيديك الثقة كراجل بتقعد تتفرج عليه. حاسس انه عنده قدرة انه يحقق الفوز ويعتلي صدارة المجموعة. طبعا، والنادي الاهلي يمكن في حاجة بقول عليه، دايما الوقعة بتقوي النادي الاهلي. يعني الوقعة بتقوي النادي الاهلي. يعني مثلا خسارة تلاقيه بص عارفة بيستفيق بشكل غريب. هي الفكرة انه بيتعلم الدرس. لا بيقدر ان هو يتعامل. لا مع في بعض الاندية بقى الهزيمة بتخلي بعد كده هزيمة في استسلام، اما النادي الاهلي ما عندوش حتة استسلام دي خالص، بيبدا صفحة جديدة. لا النادي الاهلي ان شاء الله يعني انا واثق انه ممكن يطلع النهاردة بنتيجة ايجابية، وان شاء الله هيقدر في المباراتين اللي بعد كده الهلال والمريخ يحسمهم ويقدر نتيجة ماتش امبارح فوز الهلال على المريخ يعني صعبت المجموعه شويه. يعني صعبت المجموعه شويه، لكن النادي الاهلي ان شاء الله قادر باذن الله، يعني لان هو هيبقى عنده الهلال في مصر ان شاء الله، والمريخ ان شاء الله باذن الله يعني فرقه طبعا محترمه جدا، لكن النادي الاهلي برضو قادر ان هو يكسبها سواء بقى في السودان ان شاء الله او الكلام ده ان شاء الله باذن الله. بس النهارده المهم النادي الاهلي يطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. يعني النهارده لو ما كسبش النادي الاهلي وتعادل اعتقد برضه هتبقى نتيجه كويسه. طيب اسيب دوري ابطال افريقيا واروح شويه لدوري القسم الثاني، قول لنا ايه الاخبار المنافسه؟ مين دلوقتي اللي بيعتلي صداره المجموعات؟ والله خلاص يمكن يعني بنسبه مثلا في مجموعه الصعيد خلاص اسوان يعني بيحلق منفرد. حسم بشكل مثلا بنسبه 80%. وفضل قد ايه على نهايه المنافسه؟ ناقص حوالي اعتقد 8 اسابيع. 8 اسابيع. وفرق شاسع بينه 10 نقاط. لا 7 نقاط بينه وبين بينه وبين المجموعه الثانيه هي اللي 7. لا المجموعه القاهره فرق بين الداخليه وبتروجيت اللي هو الثاني فرق 10 نقاط. بس هم تاجل لهم الاسبوع ده لان هم هيلعبوا في كاس مصر. فلسه في مباراتين ليهم
خلال الاسبوع دوت. يعني عندنا الداخليه بيتصدر مجموعه القاهره، اسوان بيتصدر مجموعه الصعيد، دول بنسبه يعني 80% خلاص في الدوري الممتاز. مجموعه بحري هي اللي لسه يعني شائكه شويه ونقاطها قريبه، بس مين بيتصدرها حسابيا؟ الاولمبي طبعا بيتصدر المجموعه ديت، وفي المركز الثاني حرس الحدود، وبعد كده كفر الشيخ. يعني الامور متساويه قريبه، متساويه، وفي ديكيرنس برضو معاهم من بعيد، فلسه يعني ممكن نبقى، او وسماد ابو قير كمان قرب من المنافسه مع في المجموعه البحري، فاعتقد ممكن هيبقى فرقه من الخمسه دول. لكن الاقرب طبعا الاولمبي وحرس الحدود، يعني هم اللي ممكن يقدروا يكملوا الاسابيع اللي جايه ديت. الدوري المصري مين من الفرق عجبك، ومين من المدربين لفت نظرك قوي وحسيت ان هو الموسم ده عامل شكل مغاير، سواء مع قراءته هو الفنيه او مع فريقه؟ والله المدربين اللي في الدوري المصري عاجبني بصراحه كابتن احمد سامي، مدرب محترم ماشي كده، ماشي بشكل كويس، يعني في فكر. ما بتفرج على فرقه سموحه بتحس ان في شغل بيتعمل. كابتن علاء عبد العال مع إسترن كومباني بصراحه صحوه يعني قويه جدا جدا، ونتائج هايله. ده الفرقه دي نفس الكلام اللي بقوله لك، ان في كره القدم محتاجه رجوله ومحتاجه جديه في الملعب، فالراجل يعني نقل الحته دي للعيبه اللي موجوده دلوقتي، عامل نتائج هايله، جاب يعني من اربع مباريات جاب ثمان نقاط، يعني كويس جدا كابتن علاء عبد العال. في مدربين كويسين جدا، في رادار وائل فؤاد وكيل اللاعبين دلوقتي، اكلمك بروح وكيل اللاعبين دلوقتي، راس ضمين من اللاعبين؟ انا بقول مصطفى شلبي. مصطفى شلبي، وانا كلمت حضرتك من سنتين على الولد ده، من سنتين هنا قلت لك الولد ده هيبقى رقم واحد في مصر. مصطفى شلبي لاعب انبي، ده لازم يبقى موجود في منتخب مصر. بصراحه مش عشان يعني كده، هو سهل توظيفه ولا هو لعيب كبير؟ لعيب جامد جدا، يعني اقول لحضرتك حاجه، لو نادي الزمالك عايز لعيب يعوض بن شرقي وقد بن شرقي كتير جدا، هو الولد ده. انت بترجح له؟ طبعا، اقول لحضرتك يلعب منتخب مصر. يعني ده لا يقل عن تريزيجيه، عن مرموش، عن الكلام ده كله. طبعا لعيب كبير جدا جدا جدا، يعني حضرتك اتفرجي على فرقه انبي هتلاحظي لعيب بمواصفات اوروبيه والله. صحيح، لعيب كبير جدا جدا. ده بس اللي رصده دلوقتي على رادار. ما انا احنا مش يعني احنا تحضير بتقولي حاجه تبقى حاجه محترمه وحاجه تضيف للكره المصريه، فهو في لعيبه كتير جدا كويسه، لكن الولد ده انا بقول لحضرتك ده هيبقى احسن لعيب في مصر الفتره اللي جايه ديت. طيب رجوعا للمدربين، انت قلت احمد سامي. يعني في طبعا عوده ما اقدرش احكم عليه طبعا مع المقاولين لسه. كابتن عبد الحميد بسيوني ربنا يكون في عونه برده في المحله، لسه برده الراجل الراجل يعني في طبعا البنك. بس البدايه كانت كويسه. طبعا مع كابتن محمد عوده كانت بدايه كويسه، لكن هو لسه برده يعني بستكشف فرقه المحله. في طبعا كابتن ايهاب جلال، ده يعني يعني من المدربين الكبار جدا في الدوري المصري. في حمد ابراهيم، يعني بتمنى من خلال برنامج حضرتك يا كابتن هبه، لازم طبعا لازم جماهير الاسماعيلي تصبر عليه. مدرب محترم جدا جدا، الراجل ماسك في ظروف صعبه جدا، وحته التغيير في النادي الاسماعيلي الفتره الجايه دي كده انتوا بتقضوا على الفرقه خالص. الراجل ده يقعد بقى نتائج سلبيه ايجابيه لازم يعني يكمل. يعني انت مع التمسك بكابتن طبعا حمد ابراهيم؟ لا خلاص، ما ينفعش التغيير تاني، ما ينفعش التغيير تاني. كابتن وائل فؤاد نجم مصر وبتروجيت السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وصباحك زي الفل. ربنا يخلي حضرتك، شكرا، نورتنا، ربنا يخليك. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه لحلقه اليوم.